بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المتواصل على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم أخواتنا المشاهدين الكرام في برنامجكم ميكروفون مصر، وصل صوتك. بإمكان الأخوة المشاهدين الكرام المشاركة في البرنامج ده من خلال نمر الهواتف الموجودة أسفل الشاشة، وكمان بإمكانهم المشاركة في البرنامج ده من خلال تطبيق الفايبر والإيمو وكمان الواتساب، أو إرسال فيديو لا يتجاوز دقيقتين والإشكال كما يشاءون أو يسألوا زي ما هم عاوزين. لازلنا معكم في فضح الزنديق أبو بكر لعنه الله، هذا الرجل الذي لا زال المخدوعون وبقايا المخدوعون منهم يدافعون عن هذه الشخصية، رغم أنه الحمد لله من كان له عقلا سويا فكان له أن يترك أبا بكر وعمر ويتبع السنة النبوية السمحاء ويتبع قول رسول الله صلى الله عليه وآله بالوصية بعترته الطاهرة. امبارح اتصل بنا احد بقايا الدعاة الازهر من مصر اللي اسمه كان ممدوح، وزي ما سماه الاخ المتشيع عمرو بمذموم وليس بممدوح، واخذ يهرطق ويذهب يمينا وشمالا ويدلس ويلبس. هذا الرجل يعني هو طبيعي، يعني بقايا شيوخ الازهر للاسف الشديد يعني تعلموا او رضعوا هؤلاء المشايخ الكذب والتدليس من عائشة وأبا بكر وعمر. فامبارح اتصل وقال لي يا أستاذ فايز أنا عاوز منك الرواية بتاعت لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تخلف عن جيش أسامة. فقلت أنا وأعترف متوهما أن دي أنا أتصور وجدتها في صحيح البخاري، فقال لي هات السنة هات من صحيح البخاري، فأنا دورت لا ما لقيتش. لا بالفعل، لأنه أنا كنت في مخيلتي بسبب تواتر هذه الرواية أنه لا دي موجودة في صحيح البخاري وصحيح مسلم عادي جدا، فوجدت لا للأسف لا توجد هذه الرواية في صحيح البخاري وصحيح مسلم. وأنا أعترف يعني دي مش موجودة في هذين الكتابين، ولكن ورد في أمهات الكتب أن رسول الله صلى الله عليه وآله أرسل في بعث أسامة وقال لهم أنه عليكم أن تلتحقوا بجيش أسامة، وكان من ضمن هؤلاء الذين تم انتدابهم لبعث أسامة هم أبو بكر وعمر وغيرهم ممن يسمون الصحابة. طيب، ولكن رواية اللعنة دي هل هي موجودة بالفعل ولا لأ؟ أنا بكل بساطة هو قال لي بأنه لا مش موجودة ومش عارف مين، دورت بكل بساطة في الكتب ولقيتها لا بالفعل موجودة، موجودة وكمان بإسناد من أحد أكابر علمائهم. أبي بكر الجوهري اللي هو قاله بطريقة غلط الجوهري، الجوهري قال لي يعني هو الجوهري. طيب، أبي بكر الجوهري قال بسنده أن رسول الله صلى الله عليه وآله لعن من تخلف عن جيش أسامة في كتابه اللي اسمه السقيفة وفدك، فهو يدافع عن أبو بكر ويروي بعث أسامة. المهم في هذا الكتاب في الصفحة 40 يقول: وحدثنا أحمد بن إسحاق بن صالح عن أحمد بن سيار عن سعيد بن كثير الأنصاري عن رجاله عن عبد الله بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وآله في مرض موته أمر أسامة بن زيد بن حارثة على جيش فيه قلة المهاجرين والأنصار، منهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير، وأمره أن يغير على مؤتة حيث قتل أبوه زيد وأن يغزو وادي فلسطين. فتساقل أسامة وتساقل الجيش بتساقله، وجعل رسول الله صلى الله عليه وآله في مرضه يسقل ويخف ويؤكد القول في تنفيذ ذلك البعث، حتى قال له أسامة: بأبي أنت وأمي أتأذن لي أن أمكث أياما حتى يشفيك الله تعالى؟ فقال: أخرج وسر على بركة الله. فقال: يا رسول الله، إن أنا خرجت وأنت على هذه الحال
وأنت على هذه الحال خرجت وفي قلبي قرحة قرحة منك. فقال سر على النصر والعافية. فقال يا رسول الله إني أكره أن أسأل عنك الركبان. فقال أنفذ لما أمرتك به. ثم أغمي على رسول الله صلى الله عليه وآله. وقام أسامة فتجهز الخروج. فلما أفاق رسول الله صلى الله عليه وآله سأل عن أسامة والبعث. فأخبر أنهم يتجهزون. فجعل يقول أنفذوا بعث أسامة لعن الله من تخلف عنه. وكرر ذلك. طيب الرواية دي موجودة بسند مين؟ اللي هو اسمه القاضي أبو بكر الجوهري، مش الجوهري، الجوهري، وهو من أكابر علمائكم وقد وثقتموه. أنت بتقول لي يا محمود يا أيها الشيخ الأزهري، قلت لي بأنه الخوئي لا يقول هذا الرجل لا نحتج به. بالفعل يعني ده أنا مش من رجالنا احنا الشيعة يعني، فأنا أحتج بها على نفسي ولا إيه يعني؟ أنا أحتج بها عليكم، أنا لا حتى البخاري ولا حتى مسلم ولا حتى أحمد كلهم ده أنا عندي والجزمة سوا يعني، مع فائق احترامي للجزمة. طيب فهؤلاء لا أحتج بهم علي بل أحتج بهم عليكم أنتم. فانت لما تقول لي يا استاذ فايز ده الخوئي قال كده، الخوئي يقول كده، انا لا البخاري ولا مسلم ما احتجش بالكتب بتاعتكم علينا، عليكم انتوا، ده الراجل عندكم موثق. طيب الروايه دي هل رويت في مصادر اخرى؟ الملل والنحل للشهرستاني، كتاب يصف الفرق الاسلاميه، شرح النهج لابن ابي الحديد المعتزلي، ده راجل مش شيعي. طيب تاريخ ابن أبي الدم الحموي، المختصر في تاريخ الإسلام المسمى. طيب الفرائد الثانية في شرح المقدمة السنوسية، المواقف للقاضي عضد الدين الأيجي، أبكار الأفكار للآمدي. طيب وكمان مصادر كتيرة قوي تروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال جهزوا جيش أسامة لعن الله من تخلف عن جيش أسامة. رسول الله صلى الله عليه وآله قال هذا الكلام. طيب دلوقتي لم توجد في هذه الرواية في البخاري أو مسلم، دي مشكلتك أنت، هناك تكاثر في هذا الموضوع. ووردت هذه الرواية في كتبكم الكلامية يعني في كتب العقيدة. ولماذا استشهد هؤلاء الرجال بهذه الرواية؟ لأنها موجودة. ولماذا ردها آخرون؟ لأنها موجودة. ما فيش دخان من غير نار زي ما نقول إحنا. طيب دلوقتي هذا الدخان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من تخلف عن جيش أسامة موجود ولا مش موجود؟ وقال لك على حاجة تانية، من لم يطع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبقى ملعون. ما هو ربنا بالقرآن يقول يجب طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن لم يطع فهو في النار. آيات كثيرة تثبت هذا الموضوع. فيعني مش ضروري رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من تخلف عن جيش أسامة، أو لعن الله من لم يطعني، ولعن الله من طعن في قراراتي. طيب ورويت هذه الرواية أيضا من كتبنا نحن الشيعة في دعام الإسلام والتعجب وللكراجيكي ومكان آخر مرة أخرى ذكر ذلك الأمر الكراجيكي، وفي بحار الأنوار وكتب أخرى ذكرت فيه هذه الرواية لعن من تخلف عن جيش أسامة. دلوقتي هناك طرق شتى لموضوع واحد، ففي حاجة يعني في حاجة. طيب محمود ده روى رواية من الطبري، فأنا قلت له طبعا هو دلس تدليس كبير وكذب كذبة أكبر من راسه وراس كل شيوخ الأزهر دلوقتي في موضوع الرواية دي. فأنا طلبت منه طلب بسيط، قلت له هات المصدر. هو كل مرة لما يتصل بي هذا الرجل هذا الإمعة المدلس، فكلما يتصل بي يقول هات المصدر، ده مش مصدر، دي مش عارف مين. طيب دلوقتي انا سالته سؤال طلب بسيط واحد، قلت له هات المصدر، فقال لي لا انت شوفه. طيب انا ممكن تشوفه انت وتهات لي المصدر، تجيب لي المصدر؟ لا انت شوفه. لما راجعت الحلقه وقلت شوف المصدر، لما شفت المصدر وجدت ان هذا الرجل مدلس بغباء. يا عم دلس بطريقه ذكيه،
ما تدلش بغباء على الناس وعلى نفسك. أنا حاروي لكم الرواية التي رواها ودلس بها هذا الأزهري الإماعة، ونشوف معكم مين معنا. محمد أبو سعود من الشرقية، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك يا شيخ فايز؟ الله يخليك. والله يا شيخ فايز أنا كنت عايز أسأل حضرتك سؤال، يعني هو برضه موضوع أبو بكر. نعم. دلوقتي عندكم في الكتاب الكافي كنت شفت كده في قناة إن سيدنا علي عليه السلام قال إن أعظم من جاء بعد النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر وعمر. يا أستاذ محمد، يا أستاذ محمد، لو سمحت، لو سمحت، أنت سمعت من قناة كده قالوا، فأنت لو لما تسمع الكلام ده أرجوك راجع بنفسك، شوف كتاب الكافي. دلوقتي في الزمن دوت البحث يكون بسيط جدا، مش في الأزمان السابقة تروح عن مقبرة الأشجار اللي تسموها مكتبة دلوقتي، تروح هناك وتدور بالكتب لحد ما تلاقي المصدر وتلاقي ما يعني تدور عليه بالنت بكل بساطة، تكبس بالزرار كده في الموبايل بتاعك، ما تكبسش بالزرار كمان على الشاشة بتاعتك، وتدور هل هذا الأمر موجود ولا لا. دلوقتي أنت قلت لي يقول أنه الكافي روى أن أعظم خلق الله، علي بن أبي طالب يقول عليه السلام، يقول أنه أعظم خلق الله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر. ممكن المصدر لا، أن أعظم من جاء، اعظم من جاء. طيب اعظم من جاء ممكن المصدر بعد سيدنا محمد، بس هقول لك على حاجه، بعد سيدنا محمد ابو بكر وعمر. طيب الكافي بيقول كده، وقال سيدنا علي، افهم بس سياده الكلام، وقال سيدنا علي ابن سيدنا علي رضي الله عنهما وارضاهم ان اعظم من جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان ابي، اللي هو سيدنا علي الكبير الاكبر. معاك. اللي هو سيدنا علي الأكبر. وكان الفرق بين خلافتهما، يعني خلافة سيدنا علي الكبير وخلافة أبو بكر وعمر، الفرق بين السماء والأرض. فدلوقتي سيادتك، هل أنا أصدق بقى سيدنا علي الكبير أو أصدق سيدنا علي الأصغر؟ بص يا أستاذ، بس هو ده إشكالي سيادتك. بص يا أستاذ، أنا أقول لك على حاجة، أنت عندك عقل وقلب، وانت بتحب رسول الله صلى الله عليه واله، الحمد لله، وانت انا بحسك من صوتك راجل كبير ووقور، كبير في السن كمان. الله يخليك، الله يخليك. طيب يا استاذ محمد، انت عندك نت في البيت؟ انا عندي بس على التليفون يعني. طيب عندك على التليفون في النت في البيت، ممكن انت لما تشوف فرد يقول لك حاجه انت شوف المصدر بتاعها، شوف المصدر بتاعها، هل بالفعل الروايه دي موجوده؟ طيب لما تشوف المصدر بتاعها، سيادتك يا استاذ فايز، لو سمحت طلع من الكتب، صل على النبي، صل على النبي يا استاذ، اللهم صل، لو سمحت يا استاذ محمد. بص، بعض الروايات الموجوده في الكتب الشيعيه تكون كده، يعني مثلا قال علي بن ابي طالب عليه السلام مثلا ابو بكر هو صحابي جليل مثلا، نقول كده. طيب لما بتدور في الكتب الشيعية تشوف منتدى أو موقع من أو كتاب من كتب المخالفين كاتبين، بصوا الشيعة يقولون، يرون عن علي بن أبي طالب أنه علي بن أبي طالب يقول أنه أبو بكر صحابي جليل. طيب لما بتدور تقول تجد أنه هذا العالم في هذا الكتاب يروي هذه الرواية ويرد عليها، مش يبني عليها، فهم عليها؟ انا وجدت الكثير من التدليس في هذا الموضوع. طب ما انا برضو سيادتك لما الاقي برضو شيخ برضو من شيوخهم اللي هو الشيخ احمد الوائلي الله يرحمه، الله يلعنه، مين الوائلي؟ الوائلي بقى انا ما اعرفش، ده راجل بتري ملعون يعني، طيب. انا اللي اعرفه ان هو سيادتك شيعي، لما يجي مثلا يقول ان الطعن في بشرف ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ده غلط مننا احنا كشيعه، لان احنا بنطعن كده في شرف النبي عليه الصلاه والسلام. طيب ما هو كان جاهل يعني، عادي جدا يكون جاهل. طب ما انا برضه سيادتك يعني اعمل انا ايه بقى؟ ما هو عائشه يعني التي هي طعنت في عرض الرسول الله صلى الله عليه واله، عائشه هي بنفسها طعنت في عرض الرسول الله صلى الله عليه واله في العرض السيده ماريا القبطيه، ونحن الشيعه نتبرأ يعني من الذين الشيعه الرافضيين، نتبرأ من اقوال هذا الرجل وما قاله بهذا الشأن.
لانه كان انسان جاهل وله نزعه بتريه. والله يا استاذ فايز انا عايز اقول لسيادتك على حاجه يعني مش عارف هتقبلها منه ولا لا. احنا كلنا مسلمين الحمد لله وموحدين بلا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه واله. فايا كان سيدنا علي، سيدنا ابو بكر، سيدنا عثمان، سيدنا عمر، كل ابن ادم خطاء، فكلنا في اخطاء عندنا، كل البشر لهم اخطاء. مفيش الا المنازع سيدنا محمد صلى الله عليه بعد ربنا طبعا. فان كان الناس ديت اخطاء طيب. زمان طيب يا خلينا احنا في دلوقتي يعني خلينا احنا في العصر اللي احنا فيه دوت. يا استاذ اتفضل اتفضل يا استاذ محمد. الكلام اللي بتقوله يعني ولا مؤاخذه يعني خطا، لانه ايه؟ لانه انت دلوقتي عم تتبع اناس خطا لم يوصي بهم رسول الله صلى الله عليه واله ويوجهوك الى الطريق الخطا. يا محمد يا استاذ محمد يا استاذ محمد لو سمحت صل على النبي، صل على النبي، صل على النبي يا استاذ محمد، صل على النبي يا استاذ محمد. حاول افتح دعوه وكمل سيادتك. اتفضل. انا زي ما انا بتبع ابو بكر وعمر وعثمان، انا برضو قلبي وعقلي مع أهل البيت ومع سيدنا علي ومع سيدنا الحسين ومع سيدنا الحسن. ولكن تخلط مع أهل البيت بين ولاية الرسول صلى الله عليه وآله وولاية أعدائهم. مفيش خالص. طيب دلوقتي أنا بسألك سؤال، ده أسألك سؤال دلوقتي، هل 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 أسألك سؤال واحد، سؤال واحد وتجاوبني أنا هعرفك دلوقتي هل تتبع النبي أم لا. هل تعتقد أن النبي صلى الله عليه وآله قد سحر؟ لا طبعا. لا طبعا. طيب عائشة تقول أن رسول الله صلى الله عليه وآله سحر، هل تؤمن بقولها هذا؟ أنا ما أقولش إن كان النبي عليه الصلاة والسلام سحر. طيب دلوقتي يعني عائشة كدابة؟ قالت بقى ما قالتوش، أنا ما أقولش والكلام ده. ثواني أنا بسألك سؤال دلوقتي، يعني عائشة كدابة؟ ما أقولش، أنا ما أقولش سوى عائشة قالت غيرها. أستاذ يا أستاذ جاوبني على سؤالي دلوقتي، يعني عائشة طيب أنا لو قلت لك أنا دلوقتي أقول لك أجي لك وأقول لك إنه النبي صلى الله عليه وآله سحر والعياذ بالله، هتقول لي إيه؟ هتقول لي كذاب. لا هقول لك طبعا كذاب. طيب عائشة دلوقتي لماذا لا تتجرأ وتقول إن عائشة كذابة؟ يا فندم أنا حتى لو أنا عايز أكذبها استحيائي من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان جوزها أنا ما أقدرش أكذبها. يا أستاذ رسول الله صلى الله عليه وآله حذر من عائشة وقال خرج يوما من مسكن عائشة حسب ما موجود في البخاري وأشار نحو مسكنه وقال هنا الفتنة، هنا الفتنة، هنا الفتنة من حيث يطلع قرن الشيطان. وفي صحيح مسلم ومسند احمد قال رسول الله صلى الله عليه واله اشار نحو مسكن عائشه وقال راس الكفر من ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان. طب ما انا اقدر اقول لسيادتك برضه اذا لو النبي عليه الصلاه والسلام قال الكلام ده ايه اللي خلاه عاش في منزل كان يطلع منه قرن الشيطان؟ عشان ما هو قال هنا الفتنه وقال الله عز وجل في محكم كتابه احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم كمل لا يفتنون. دي في سورة العنكبوت. يا فندم يا فندم انا عايز اقول لسيادتك على حاجه. انا بحب سيدنا علي وبحب سيدنا الحسن وبحب آل البيت وستنا فاطمه الزهراء رضي الله عنها وارضاها. عليه السلام. وبحب كل من هو قال لا اله الا الله محمد رسول الله. صلى الله عليه وسلم. انا مش هعاقب. طيب يا استاذ ابراهيم، يا استاذ ابراهيم، هي مساله اتباع وتبري. محمد. انا دلوقتي بسالك سؤال، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حق فاطمه الزهراء ان رضاها من رضاي وغضبها من غضبي انا، من يؤذيها ما اذاني، مضمون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايوه. طيب قال هذا الكلام. طيب لو اي فرد اذى فاطمه الزهراء يعني اذى رسول الله صلى الله عليه واله، اي فرد اغضب فاطمه الزهراء يعني اغضب رسول الله صلى الله عليه واله، مش كده؟ طبعا. طيب فاطمة الزهراء ماتت وهي غاضبة على أبو بكر. دلوقتي يعني أبو بكر ما ماتتش لا ما ماتتش غاضبة على أبو بكر. أمال كانت إيه؟ هقول لسيادتك وفي كلامكم على كان الموضوع كان على أرض فدك. كان الموضوع سيادتك كان على أرض فدك. إن سيدنا أبو بكر اغتصب منها أرض فدك. سيدنا أبو بكر اغتصب. اغتصب أرض فدك. عرفتكم. طيب. راح لها غضبت منه السيدة فاطمة الزهراء ولما راح لها البيت قال لها ماذا كنت تفعلين يا فاطمة لو أعطيتك أرض فدك؟ ألا كان كما يفعل إن أنا هاخد اللعبة دي الفقرة. فقال لها ولو أنا عملت كده يعني بالمعنى البلدي يعني بتاعنا. أنا ما بعرفش أعبر في الكلام يعني الثقيل قوي ده. قال لها لو أنا عملت كده عرفت خلاص.
رضيت عنه ست. لا ما ردتش عنه، ده مرسل، لو عندك سند جيب لي السند. بس اقول لك قالت الروايه في صحيح البخاري تقول فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت. في صحيح البخاري الروايه دي موجوده، هجرت فاطمه الزهراء ابو بكر فلم تكلمه حتى توفيت. ما هو كان الكلام سيادتك كان الزعل كان على ارض فدك. طيب زعلت على ارض فدك او ارض، هي مش موضوع مادي، هو موضوع ديني. بس هي فاطمه الزهراء غضبت على ابو بكر وماتت وهي زعلانه منه، يعني رسول الله صلى الله عليه واله غضب على ابو بكر، غضبان من ابو بكر، واللي يغضب عليه رسول الله صلى الله عليه واله هيكون مصيره الجنه؟ لا طبعا يا فندم. انا عايز اقول لسيادتك على حاجه، هل يا استاذ محمد الله. يا استاذ انا معاك 30 ثانيه عشان في متصلين كتير قوي، اتفضل. طب انا هقول لسيادتك كلمه واحده بس. اتفضل. هل سيادتك يعرف المرء من اصحابه؟ يعرف المرء من اصحابه. لما عرف النبي عليه الصلاه والسلام، لما عرف النبي عليه الصلاه والسلام وعرفنا اصحابه، لو كان اصحابه وحشين كان ربنا اختار له اصحاب كويسين. يعني كان ابو بكر وعمر وعلي وعثمان وجميع الصحابه، يعني لو هم وحشين ما كانش ربنا يعني رتبهم النبي عليه الصلاه والسلام، كان اختار له اصحاب حلوه. طيب وصلت الصوره، اشكرك جدا. ولا انا كده كلامي فيه غلط؟ حاضر، اشكرك جدا يا استاذ محمد على المشاركه بتاعتك. يا استاذ محمد، اصحاب، طيب ما هو اصحاب النبي عيسى عليه السلام الم يحرفوا الدين الذي جاء به عيسى عليه السلام؟ اصحاب النبي موسى عليه السلام، طيب ربنا ما اختارش اصحاب كويسين للنبي موسى ليه؟ اللي عبدوا العجل كانوا مين؟ وشافوا المعاجز، ربنا يلعنهم، شافوا المعاجز، شافوا شق البحر والتحول العصا الى افعى، وازاي عمل مع السحره، ومعجزه القمل والضفادع والدم، ومعاجز كبيره قوي. سابهم يومين عبدوا العجل على طول. ايه؟ ربنا ما قدرش يختار اصحاب للنبي موسى عليه السلام؟ لا يا أستاذ، لا دي مغالطة، دي فتنة. ربنا عمل كده عشان الناس تفتتن، ليميز الخبيثة من الطيب. طيب نرجع لموضوعنا بعد اتصال الأستاذ علي من قنا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا حاج فايز؟ الله يخليك يا أستاذ علي، الله يخليك بخير، ندعي لك. ازيك أنت؟ هي الحلقة شغالة عليا إن شاء الله عشان أنا بره البلد والله. الله يكون في عونك، الله يكون في عونك. الله، هي الحلقة إن شاء الله دايرة على إيه وبتقوليها؟ يا أستاذ علي لازم تشوف من الأول عشان تعرف، يعني ما ينفعش كده. طيب لا يعني بس ببركة حضرة النبي على بس نتكلم يا راجل، نقول زي الصاروخ. طيب قول لنا الحلقة شغالة إزاي؟ طيب أنا بقول لك أبو بكر الملعون كان رسول الله صلى الله عليه وآله قال أنفذوا جيش أسامة، وكان في الجيش أبو بكر وعمر. لا أتخلف عنه، دي معروفة دي. تخلف. بس قال نعلة الله من تخلف عن جيش أسامة. في فرد اتصل بيه امبارح قال لي لا دي مش موجودة الرواية بتاعت لعن الله من تخلف عن جيش أسامة. لا ده اقول له اكسر لك بصره اللي قال لك كده. وبعدين برضه عندي كتاب سواد اللغه بتاع السلفيه بيقول لك الراجل ده كان في سؤال يركبوا اعوذ بالله. مين ابو بكر؟ تمام يا حاج فاجر. ايوه ابو بكر، امال ابويا ابو بكر كان يركب اسطوانه، قال احتريني شيطان. قال راجل ليه اسطوانه؟ طب ازاي كان ليه اسطوانه ويكون امه يعني عزفها ملا يعني. طيب ازاي دول الناس يتبعوا راجل يعتريه شيطان يركبوا ابليس؟ ازاي مش فاهم انا؟ ولذلك يقول لك الناس كلها شياطين، بقت استغفر الله العظيم من اغلبيه اللي على الصف ده بيقول كله شياطين، الناس مش شايفه لما تساوي شيطان ابو بكر، خلي بالك. الله يلعن ابو بكر، الله يلعنه. وبعدين يعني عند النبي خلينا نسمع بتمثيليه يا حاج، صلى على حضره النبي. اللهم صل على محمد وال محمد. قال محمد. عم شوف يعني سبحان الله، قسم الجريمه نصين. عمر كان يخاف منه الشيطان، وابو بكر ليش طالع يحتري؟ ما حاسس له عمر. لا بكلمك جد والله. والله استدلال عظيم يا استاذ علي، والله استدلالاتك انت يا عم يا استاذ علي، ما تيجي تقدم برنامج بدالي يعني، انت حاجه هايله يعني، والله العظيم كلام جميل. اسمع يا حاج فايز. طيب. معاك. الكلام ليك وللمستمعين، العلم في الراس مش في الكراس.
ده راجل كانوا اصدقاء واداله البيعه فلسه وتوفقوا مع بعض في الخباثه. كان مرسول حاس منه لما قال لي الشيطان يحتريني، وعمر كان الشيطان يهرب منه ولا هرب من عمر ما شافوش لما راح لابو بكر ركبه. يعني يعني الشيطان يهرب من عمر يروح يحتم بابو بكر يعني كده. اختلى بي انا وهو كده خيانه. والله كلام جميل. يلا سلمنا على الله. الله يخليك يا استاذ علي. ايه عاوزين نسمع صوتك على طول يعني تكون معانا. والله احنا نشرف. بقول لك ايه، الله يخليك. والله هنا تعال. الله يخليك. والله ناس عالوا وناس منتزين. نتشرف بيك، نتشرف بيك. انت الشرف والفخر لينا. والله احنا سعداء يا عم، احنا سعداء والله. يا استاذ علي، يا استاذ علي، انت تشيعت من امتى؟ انا ايوه انا تشيع من امتى؟ من 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 قعد حضره النبي لحد دلوقتي. احنا احنا سلاله يا حاج فاز. مره اقول لك الكلام. انت من الجعفره؟ لا انا من سلاله حسين بن علي. ما شاء الله. جد الامام علي زين العابدين. يا سيدنا يا تاج راسنا. جد الامير جماعه بن ساعه كان حاكم المدينه كمان تاريخ. انا عندي التاريخ ده، خلي بالك عم اقرا فيه. ما شاء الله ما شاء الله. بس احنا فينا كده وفينا كده يعني من الاخر زي ما تقول. طبعا احنا في الغابه وفي الجهل لما كانت القناه بتجيب وتبث عرفنا الحقيقه من وقتها. المره الثانيه لما تتصل تقول للكنترول السيد علي، ما تقولش علي حاف، السيد علي يا سيدنا. لا يا عمي يا عمي يا عمي، لا احنا بقول لك ايه، اسمع يا حاج فايز مقصوره هي الشغلانه. اللهم صل على محمد. مقصوره والله. اللهم صل على محمد وعلى محمد الطيبين الطاهرين. اسمع يا حاج فايز. ايوه اتفضل. انتوا كفايه البرنامج بتاعكم لما تيجي تقوليها فيه على حضره النبي صلى الله عليه وعلى اله بيته الطيبين الطاهرين، مبرع من كل عيب وشيء. احنا في كتبنا كل عيب وكل شيء. والله كلام، والله كلام. مره 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 قال لي جانب هو وهي وحايط، مره قال يا سيدي قال اقرا القران في حجرها، مره قال مش عارف ايه المسخره دي. والله العظيم معزله يا راجل. وما حدش استشعر لحد دلوقتي. يبدا يقول لك اوه ايه ده، بس كش شويه كده، كش منك يا جدع انت هو وفقهوا نفسكم. القران الكريم يقول لك على خلق عظيم. يا اي واحد اقول لك مش عارف يعني ايه والله العظيم، والله العظيم عندنا الناس ما تفعلهاش الافعال دي. سمعني ولا ما؟ ايوه ايوه سامعك. لا لا سامعك سامعك سامعك. كلامك درر. وانا يا استاذ علي يا يعني يا عم اسمع 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 اسمع، الناس كلها تسمع. انا بسمع قناه يا عم بتاعت واحد يقول لك شيعه شيعه. لا انا بسمع واحد اسمه ايه، استغفر الله العظيم يا ربي، زكريا بطرس. سامعني؟ ايوه سامعك. زكريا بطرس. زكريا بطرس جايب الكتب مقاومه قدامه وبيقول برضه ده رسول مع الحاجات اللي هي اللي تنقص. يقول لك عادي برضه ازاي رسولي القران بيقول كذا وجانب المراه. يعني شوف والله حاجه تخسر، والله حاجه تخسر. وما زال الناس قاعده في عماهم. يا اخي القران اغلب الناس تعمل اثر تعمل قلوب قلوبهم علي وكلب الباطل عمام عظيم فكه. يلا يا عم من من اشكرك اشكرك جدا على المشاركه بتاعتك. اشكرك. معلش احنا عاد احنا والله كان نفس الوقت في البلد وغفلك غفلك. الله يخليك الله يخليك الله يخليك. انت الشرف. الله يخليك. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب نرجع للرواية التي رواها الـ هذا الـ من الأزهر اللي امبارح اتصل فقال لي رواية. أنا عشان مش مطلع على الرواية فقلت له هات السند. هو أحكم عن رؤية السند فكررت عليه أكثر من مرة، ممكن تقول لي السند؟ أحكم وأصر على عدم إعطاء السند. طيب قال لي راجع بنفسك. قلت له طيب أنا هراجع. قال لي رواية إنه إيه، صور لي في الرواية دي إنه أسامة ابن زيد عمل ايه الراجل ده. قال انا هو اللي رجع الجيش الى المدينة المنورة. طيب الرواية بتقول ايه؟ قال لي الرواية في تاريخ الطبري الجزء السادس صفحة 226. لما دورت لقيتها لقى صفحة 246. نشوف السند ونقرأ الرواية بعدين. السند بيقول ايه؟ تقول حدثنا عبيد الله قال حدثني عمي قال أخبرني سيف. سيف مين؟ سيف بن عمر التميمي
الروايه يعني هالكه، يعني الروايه هباب. هباب اسمع يا اسمعوا يا شيوخ الازهر، اللي جه المتصل من احد شيوخ الازهر، المندوب الغير رسمي، مش هقول الرسمي عشان ما يقولوش دلس، المندوب الغير رسمي الوحيد من الازهر اتصل بيا عشان يدلس على الجمهور ويدلس على الناس. قلت له هات السند، هات، اصر على عدم اعطاء السند، في قال لي في نهايه الحلقه الاتصال هديك السند، ولم يعطي السند. لما دورنا على السند طلع السند فيها مين؟ سيف بن عمر التميمي. سيف بن عمر ده مين؟ نشوف ده مين. سيف بن عمر التميمي توفي في سنة 200 هجرية، مؤرخ مشهور من قدماء المؤرخين، مطعون في روايته للحديث، أصله من الكوفة وتوفي في بغداد. ذكر له الطبراني روايات في تاريخه، وقد قال عنه ابن حبان كان سيف بن عمر يروي الموضوعات عن الأثبات، وقالوا إنه كان يضع الحديث واتهم بالزندقة. إيه ده؟ رجل زنديق ويضع الحديث. اسمعوا كمان، اسمعوا. كما يقول عنه الحاكم النيسابوري اتهم سيف بالزندقة وهو بالرواية الساقط. اسمع يا 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 اللي احجمت عن السند، اسمع. ولو لم يكن سند لقال من قال بما قال ومش عارف ايه. طيب اسمع، يقول اتهم سيف بالزندقة وهو بالرواية الساقط. الحاكم النيسابوري صاحب كتاب المستدرك على الصحيحين، وحينما روى كتابه رجال الموجودين في هذه الروايات الموجودة في المستدرك على الصحيحين، رجال البخاري ومسلم. اسمع، ويقول عنه ابن عدي بعض أحاديثه مشهورة وعامتها منكرة لم يتابع عليها. ويقول عنه ابن معين ضعيف الحديث فليس فيه خير. وقال ابن أبي حاتم متروك الحديث يشبه حديثه حديث الوقدين. أما أبو داود صاحب السنن فقال عنه ليس بشيء، وقال عنه النسائي صاحب السنن ضعيف. إذا زنديق وضعيف وليس بشيء وليس فيه خير وحمار وابن 60 كلب ربنا يلعنه سيف بن عمر، وتجيب لي عن شخص وضع رواية متصل بيا وتدلس عليا قدام الجمهور. اسمع المدلس الحمار عمل ايه معايا ده. يعني انا اعتذر عن الحمار عشان وصفت الجاهل ده بالموضوع ده. طيب الروايه بتقول ايه؟ فين الكتاب؟ هنا. هو صور لي الروايه على انه في مرض رسول الله صلى الله عليه واله امر اسامه بن زيد جيشه بالرجوع. طيب ازاي؟ اسمعوا الروايه بتقول ايه؟ هي رواية سقطة من الرواية من البداية، يعني راحت انتهى كل الموضوع. ربنا يخرب بيوت الكذابين. قال حدثنا سيف عن أبي ضمرة وأبي عمرو وغيرهما عن حسن ابن أبي ابن أبي الحسن البصري قال ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله قبل وفاته بعثا على أهل المدينة ومن حولها وفيهم عمر، وأمر عليهم أسامة بن زيد، فلم يجاوز آخرهم الخندق حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وآله. يعني لما الجيش التحم وتجمع عفوا، فلم يجاوز آخرهم الخندق حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وآله، فوقف أسامة بالناس. هو روالي إيه؟ قال فوقف أسامة بالناس من هنا أرالي، ثم قال لعمر ارجع إلى خليفة رسول الله فاستأذن. أنا ما كنتش مركز معاه، أنا كنت بكتب أشوف الرواية دي تجيبها منين. فطلعت عمر يقول ارجع إلى خليفة رسول الله. إزاي يقول المدلس ده أنه لا أسامة بن زيد قال ارجع لخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حين رسول الله صلى الله عليه وسلم كان موجود. خليفته إزاي والرسول كان موجود؟ إزاي؟ ازاي خليفته هو موجود؟ الخليفة لما يكون موجود لما النبي مش موجود. طيب ازاي خليفة والنبي موجودين في حتة واحدة؟ مش فاهم. مدلس حمار، يعني مع اعتذاري للحمار، هو ده مستوى شيوخ الأزهر. اسمعوا، فقال لعمر ارجع إلى خليفة رسول الله فاستأذنه يأذن إلي أن أرجع بالناس. هو صور لي الرواية على أنه أسامة قال هو عاوز يرجع بالناس في زمن احتضار رسول الله صلى الله عليه وآله.
يا مدلس يا ايوه الشيخ الازهري، اتفضحت على الملا والله عيب، عيب عليك، اعترف قدام الناس زي ما انا اعترفت، قلت لك انا انا كنت متصور ان الروايه دي موجوده في البخاري، لم اجدها في البخاري وانا اعتذر اعترفت، طيب ولكن وجدتها في المصادر الثانيه، وجدتها عند احد اجل العلماء بتاعكم يرويها هو الراجل، طيب ووجدت في روايه في كتب اخرى موجوده الروايه دي بتاعت لعن من تخلف عن جيش أسامة. دلوقتي أنا جبت لك الرواية وقلت لك دي رواية متكاثرة ومتواترة يعني موجودة، ومن كذبها بناء على وجودها كذبها، فهم علي يا أيها الشيخ الأزهري؟ طيب فبناء على هذا سقط استدلال هذا الجاهل الكذاب. ما هو يتعلموا الكذب منين؟ عندنا اتصال، استنى كتير قوي، اعتذر منه. مين معنا؟ حمادة من قنا، السلام عليكم. تقطع اتصال حمادة، اعتذر منه على رجع محمود، ازيك يا محمود؟ محمود؟ ايوه ازيك؟ الحمد لله. طيب انت ازاي امبارح لم تذكر سند رواية الطبري؟ هل كانت تهربا منك؟ أم ماذا؟ لا 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 والله لم يكن تهربا. أمال إيه؟ وقلت لك، قلت لك سأعطيك السند في نهاية المكالمة، فوجدتك قد قطعت عليه. طيب لماذا؟ لا 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 لا، لماذا لم تعطيني السند؟ أنت رحت تتشرق وتغرب. السند، السند ممكن السند لم يكن أمامي. طيب اسمعني. ما قلت لي الكتاب قدامك أنت. طيب طيب قول لي السند لو سمحت، قول لي السند لو سمحت. اسمعني 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 بس. السند لم يكن أمامي ساعتها، وقلت لك سأعطيك السند في نهاية المكالمة وقطعت علي. طيب طيب دلوقتي ممكن تديني السند مرة تانية قدام الجمهور لو سمحت؟ طيب السند أنت قرأته وذكرت ما فيه، الآن لي حق الرد. لا لا لا، ثواني 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 ثواني، لي حق الرد أم لا؟ طيب تفضل تفضل. الذي ذكرته السند يلا في 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 موضوع السند، تجاوبني في موضوع السند لو سمحت. افهمني في البداية. حاضر. أنا سؤال صغير متعلق بشخصي أنا، هل قلت لك أنني أزهري؟ ما هو أنت أجبني. أنت بتقول أنت من مكتوب على البروفايل، البروفايل بتاعك كاتب أنا الشيخ من الشيوخ الأزهر، نطلع البروفايل بتاعك؟ اللي كتب الشيخ محمود أحمد زيدان، أنتم سرقتم الاسم من على الوصف ولم أذن لكم أن تكتبوا هذا الاسم. يعني يعني أنت أنت شيخ، يعني أنت شيخ شيخ أزهري يعني؟ أنا أنت لم أقل إنني أزهري. أمال إيه؟ أمال شيخ إيه؟ شيخ شيخ محشي؟ وأنتم سرقتم الاسم من على الوصف ولم أذن لكم أن تكتبوا. يا عم أنت أنت شيخ إيه؟ شيخ محشي ولا إيه؟ بتفتري على الأزهر؟ يبقى أنت بتفتري على الأزهر. يا عم أنت كاتب أنت شيخ، أنت شيخ ولا لأ؟ لا 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 لا، ثواني 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 ثواني، أنا لم أقل إنني شيخ أزهري وأقسم بالله على ذلك، وأنتم كذا. طيب طيب دلوقتي دلوقتي انت كاتب، انت كاتب انت الشيخ، انت كاتب على الواتس بتاعك انت شيخ، انت تكتب يعني على الازهر؟ والله ما كتبت على الواتس، انما كتبت اسمي فقط على الواتس. امال امال ايه؟ امال ايه؟ وانا اكتب الشيخ، ما كتبت الشيخ. يعني غيرته؟ يعني غيرته؟ انتوا بتحاولوا طيب تشهروا طيب بالازهر. طيب سيبك سيبك من موضوع الشيخ، سيبك من موضوع. اذا فاركن اركن اركن موضوع الازهر طيب تماما. انا طيب طيب لم اقل لكم انني شيخ. طيب لماذا لماذا كذبت؟ لماذا لم تذكر لماذا لم تذكر السند؟ طيب افرض انت مش شيخ ازهري. طيب خليهم يمسحوا يمسحوا الشيخ محمود، انا انا متصل عادي من مصر. دي هم الكنترول اللي قرروا الكلام ده، الكنترول هم اللي قرروا الكلام ده، هذا هم هم اللي قرروا الكلام ده مش انت. طيب اتفضل. الان 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 بالنسبه للروايات التي تتكلمون فيها، امبارح الاستاذ اللي اتصل وهو يكذب علي. لا 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 يا 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 محمود، يا محمود جاوبني في رواية الطبري الأول، جاوبني في موضوع رواية الطبري أرجوك بداية. نعم يلا تفضل. خلاصة الكلام في رواية الطبري، أنت ذكرت السند وأنا أقرك على ما فيه، انتهى خلاص. يعني يعني الرواية مكذوبة؟
الرواية مكذوبة. طيب جميل 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 جميل. شأني ثاني، شأني ثاني. أنت صورت الرواية على أنها كانت في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله، في حين أنها كانت، أنت قريت من اسمع، أنت قلت وقف أسامة بالناس ثم قال لعمر ارجع إلى خليفة رسول الله فاستأذنه يأذن لي أن أرجع بالناس. طيب هذا هذا الكلام اللي قلته أنت متعمد قلته ولا أنت مش فاهم الرواية ولا إيه؟ ممكن تقول لو سمحت. الكلام الذي ذكرته في الرواية أن أسامة بن زيد وقف بالناس انتظارا لما يقضي الله في رسوله. هذا كلامي. طيب جميل جميل جميل. بس الرواية بتقول إنه الكلام ده حصل عند ابن هشام بالإسلام معي الآن. أقرأ لك الرواية. انتظر أسامة بالناس لينظروا ما يقضي الله في رسول الله. طيب انت عن ابن هشام ولا الطبري؟ الروايه في الطبري كما ذكرتها، وفي ابن هشام باسناد اخر. لا انت قلت لي، انت قلت لي لا 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 لا, لا, لا استنى، انت قلت لي الطبري ما تقولش لابن هشام، قلت لي الطبري وبس. دلوقتي انت قلت لي اسمعني يا استاذ محمود ارجوك لو سمحت، لو سمحت صل على النبي، صل على النبي لو كنت مسلم. طيب قلت وقف اسامه بالناس ثم قال لعمر ارجع الى خليفه رسول الله فاستاذنه ياذن لي ان ارجع بالناس. يعني صورت الروايه على انها كانت في زمن احتضار رسول الله صلى الله عليه واله، في حين انها كان هذا الكذب يرويه يعني هو سيف بن عمر التميمي انه كان بعد استشهاد رسول الله صلى الله عليه واله. لماذا فعلت هذه الفعله؟ تدليسا منك، جهلا منك؟ اعترف. هذا هو الموجود في الروايه التي قراتها انت الان، وانا اقول لك الروايه ايضا موجوده في سيره ابن هشام باسناد ليس في سيف بن عمر. طيب دلوقتي الروايه دي، طيب اسناد نقول في ابن هشام كانت موجوده نفس الروايه، نفس الروايه مش كده؟ لا ليس نفس الروايه، انما في الفاظ اخرى لكن باسناد اخر. ممكن الاسناد لو سمحت؟ طيب الاسناد في سيره ابن هشام الجزء الثاني 650. وقال ابن إسحاق حدثني محمد بن جعفر ابن الزبير عن عروة بن الزبير وغيره من العلماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استبطا الناس في بعض عن إيه؟ عن وغيره؟ وغيره من العلماء. طيب يعني إيه؟ يعني إيه في السند؟ يعني إيه في حاجة في السند في خلل وغيره من العلماء؟ طيب كمل. اقول لك عروة بن الزبير وغيره من العلماء. طيب خلاص الغي كلمة وغيره ماشي خلاص. طيب كمل. طالما انت مش فاهمها تمام. فاقام اسامه والناس لينظروا ما الله قاض في رسول الله. انت سالتني ثواني لينظروا ما الله قاض في رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب انت سالتني انت ما دليلك ان اسامه انتظر في البدايه والنهايه ولا في اي كتاب قلت لي؟ في سيره ابن هشام عن ابن اسحاق. خلاص الامر الثاني انتم كذبتم امس وقلتم بان في اي جزء قلت لي في اي جزء الجزء الثاني 650. طيب الروايات التي تقولون انها موجوده. لا ثواني يا استاذ، انا لازم اعرف. ثواني يا استاذ محمود، يا استاذ محمود انا لازم اكون في الروايه دي. يا اما تعترف بخطاك، يا اما نشوف الروايه ومصدرها. انا طيب هنشوفها الحلقه الثانيه. نرجع لموضوع الروايه، نرجع لموضوع الروايه بتاعتك اللي رويتها عن تاريخ الطبري. انت قلت انه اسامه بن زيد قال وقف أسامة بالناس ثم قال لعمر ارجع إلى خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله فاستأذنه يأذن لي أن أرجع بالناس. مش قلت كده الكلام ده امبارح؟ أنا قرأت الرواية. طيب يعني قلت كده، يعني قلت الكلام ده. أنا قرأت الرواية. طيب يعني ولا لا؟ يا اسود يا ابيض يا عم، يعني ما تقول لي ولا لا. أنا قلت لك أنا قرأت الرواية. طيب طيب دلوقتي هل بفعلك هذا أخطأت ولا تعمدت التدليس؟ إنما ذكرت رواية
كان اسنادها فيه شيء. لا طيب، لا 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 لا، سيبك من الاسناد، سيبك من الاسناد دلوقتي. الاسناد يا عم اسمعني يا محمود، سيبك من الاسناد، اسناد زباله، سيبك من الاسناد دلوقتي. انا قلت لي روايه، انت الفاظك جميله ما شاء الله. طيب اسمعني، الفاظي جميله لامثال هؤلاء، عمر بن سعد سيف بن عمر التميمي. اسمعني ما ارجوك ما تلفش وتدور معايا، ما تلعبش اللعبه دي. اسمعني، انت قلت امبارح انه قال، قلت وقف اسامه بالناس ثم قال لعمر ارجع الى خليفه رسول الله فاستاذنه ياذن لي ان ارجع بالناس. صورت الروايه على انها في زمن حياه رسول الله صلى الله عليه واله. الفعله دي بتاعتك تدليس ولا عنجهل؟ قل لي وخلص نفسك. طيب انا اخلص نفسي، خلص نفسي من ايه؟ قلت لك هذا نص الروايه، انا مالي نص الروايه. طيب انت امبارح ما ذكرتش ابن هشام على فكره، قلت الطبري بس. ندخل في موضوعنا، ندخل في موضوعنا. روايه لعن جيش، يا لا 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 لا، مش هسيبك، مش هسيبك يا محمود، مش هسيبك لحد ما تقر يعني. مش هسيبك. قل لي، هل رايتم ضعف هؤلاء الرافضه؟ ضعف من ضعف، انا ضعيف. انا لا 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 لا، اسمع يا محمود، اسمعني يا محمود، انا ضعيف. قلت لي انت روايه، قلت انا هكرر المره العاشره، وقف اسامه بالناس ثم قال لعمر الجع الى خليفه رسول الله فاستاذنه ياذن لي ان ارجع بالناس. يعني صورت الروايه دي على انها في زمن حياه رسول الله صلى الله عليه واله، في حين كانت بعد استشهاد رسول الله صلى الله عليه واله. دلوقتي خطا منك ولا تدليس؟ ممكن تقول للجمهور عشان يفهموا. 20 مره ساكرر عليك ان قرات الروايه. خلاص طيب، قرات الروايه يا عم محمود، انا عارف انت قرات الروايه يا محمود. هل اخطات في فهم الروايه ولا تعمدت التدليس؟ قل لي. اقول لك قرات نص الروايه، نعم اخطات. اخطات دلوقتي، اخطات، اعترفت بخطأ. جميل، كلام جميل. ده دلوقتي احسنت. عاوزك كده يعني، مش عيب تعترف. طيب يا اما تتشيع دلوقتي يا اما تفضل على جهلك. طيب اقسم بالله ادخل في دين اليهود ولا ادخل في دين الله اكبر، مستعد تدخل في دين الشرك وتسيب الاسلام والتوحيد؟ ربنا يلعن ابو بكر وعمر وعائشه على التربيه دي. عارف دين الرافضه المناقض للعقل والمنطق، الموافق للعقل، التدليس بتاع امبارح بتاعك والجهل بتاعك يا محمود، المناقض للعقل قوله عائشه انه النبي اتسحر في حين القران يقول هذا كلام الظالمين. المنافي للعقل قوله عائشة أن النبي كان عاوز ينتحر أكتر من مرة. المنافي للعقل قوله عائشة أنها قالت أنك تزعم أنك رسول الله صلى الله عليه وآله، تقول الكلام ده لرسول الله صلى الله عليه وآله أكتر من مرة. المنافي للعقل أبو بكر الذي تولى على الناس، مرة تقوله تولى بوصية من رسول الله، ومرة تقوله شورى، وكل مرة تقوله، ده منافي للعقل. طب أصبر واحدة، أنت تقول قول عائشة ألست تزعم أنك رسول الله؟ أولا هذه رواية مكذوبة ولا تصح، خلاص بطلوا كذب شوية. سيبك من الرواية المكذوبة، أنت عرفناك من امبارح واليوم لما شفنا الروايات بتاعتك، لما شفنا الروايات ترويها. أنت بتتكذب على كيفك وتخلي على كيفك، يعني دينكم، يعني دي من مصادركم أنتم مش مصادرنا إحنا. في بحار الأنوار أنه سئل عن أبي عبد الله أنه سئل عن المعوذتين. كمان رجع مرة تانية بيدلس، رجعنا مرة تانية. سيبك، أنا بستدل عليك بكتبك يا أستاذ محمود، بستدل عليك بكتبك. طيب يا محمود، اسمعني يا محمود، هدي. بعد اعترافك بأنك أخطأت في موضوع رواية الطبري، لا تكرر ألست تزعم أنك رسول الله هذا الكذب؟ لا تكرر. ده لا، هكرره وهجيبه، والمصادر كمان موجودة. هذا كذب على أمنا عائشة. كذب على أمكم عائشة؟ نعم والله، على أم المؤمنين. لعن الله عائشة. طيب اسمع، الله أبوك. تلعن أبويا ليه يا عم العمدة؟ اسمع، رفضي. ها؟ رفضي وافتخر.
ما شاء الله. ولماذا ولماذا كان الفضل ابن شهدان يقول اول رافضي كان عمر بن الخطاب؟ هل كانت الرافضه لها دين اخر ايام الفضل ابن شهدان؟ اسمع اسمع, اسمع 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 انت كل يوم بدين. اسمع اسمع طيب. الروايه اسمع الروايه حدثني اسمع يا يا استاذ اسمع 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 يا 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 محمود اسمعني. الروايه تقول حدثنا الحسن بن عمر, ده ثقه ولا كذاب؟ ده ايه روايه ايه تقول لي, قول لي الاول ده ثقه ولا كذاب. ثواني بس, انت بتقرا في روايه ايه بالظبط يا عم؟ انا بقرا لك روايه في كيفيه صنع الفسيخ دلوقتي, بقرا لك روايه, شوف السند بتاعه وتقول لي صح ولا غلط. موضوعك عن لعني جيشي يا لا, لا 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 انت مش ألمت شرق. انا دلوقتي بقرا لك روايه يا محمود, يا محمود يا محمود يا محمود اسمعني لو سمحت, يا محمود لو سمحت. حدثنا الحسن بن عمر ثقه ولا مش ثقه عندكم؟ ما اعرفش والله. طيب ما فيش مشاكل. حدثنا الحسن بن عمر بن شقيق ابن اسماء الجرمي البصري, تعرفه ولا لا؟ ممكن تلخص؟ حدثنا الحسن بن عمر بن شقيق بن أسماء الجرمي البصري, تعرفه ولا لا؟ ممكن تلخص؟ قلت لك ما اعرفوش والله. ما تعرفوش. طيب انا هدور معاك, انا معاك, انا هسيبك. الحسن اسمعني 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 يا استاذ. غضب عليا والبني ادم اللي اتصل وقعد يقول لي انا قلت ان كتب الشيعه ليس فيها هذه الروايه. انا لم اقل ذلك, انما قلت اسناد ليس لها اسناد صحيح حتى في كتب الشيعه. هذا هو كلامي. فياتي يكذب علي ويقول انا لم اقل, انا قلت. مين يكذب عليك؟ ما انت دلوقتي اثبتت من كلامك انه انت يعني كذاب. طيب انا اللي كذاب ولا الكذاب؟ انت كذبت 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 حينما رويت روايه عن كذاب, وقلت ورويت ودلست على علينا وعلى الجمهور حينما رويت الروايه بتاعه الطبري مقطوعه. مش عارف انت عملت العمله دي ليه, جهلا منك ولا مش عارف. طيب اسمع اسمع. حدثنا سلمى بن الفضل. طيب سلمى بن الفضل ده كذاب ولا لا؟ طب انجز هات الروايه. طيب عن محمد بن اسحاق كذاب؟ عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير, سبحان الله. طيب عن ابيه عن عائشه قالت وكان متاعي فيها خوف الى روايه فقلت عائشه الست تزعم انك رسول الله؟ قالت فتبسم قال او في شك انت يا ام عبد الله؟ قالت قلت الست تزعم انك رسول الله؟ افهل عدلت؟ ايه رايك دلوقتي؟ الروايه دي ضعيفه ولا قويه؟ ثواني ثواني ثواني. روايه الست تزعم انك رسول الله مكذوبه. طيب انت دلوقتي ثواني. انت دلوقتي قلت لي مش عارف السند بتاعها, دلوقتي تقول لي مكذوبه؟ طيب ثواني ثواني. لا لا لا, انا اعرف انها مكذوبه. انت تعرف انها مكذوبه من غير ما تعرف السند؟ عليك نور. لا 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 لا. انت بتدور بالمنتديات بتاعت الوهابيه وتجيب اي حاجه؟ اسمعني اسمعني. شوفوا يا ناس, شوفوا ده احد الذين يعرف انفسهم. ثواني ثواني. الرواية ضعفها الألباني في السلسلة الضعيفة والموضوعة الجزء العاشر 706. قال ضعيف. في تدليس ابن اسحاق. طيب انت بالسرعة دي لقيت تضعيف الألباني. ايوه وما عرفتش ارجالها. طيب انت العقل بتاعك فين؟ سلمته للألباني؟ ثواني ثواني. انت قرأت الاسناد صح؟ وتسلم العقل بتاعك للألباني والياباني والصنعاني؟ من العقل بتاعك فين؟ ما تراجع اسناد الروايه بتاعتك. انت دلست علي الان. انت دلست علي الان. اقول لك فين الروايه عندما تقراها, تقرا الاسناد كامل, مش تذكر لي رجل رجل, لان هناك عنعنه لابن اسحاق. اذا قلت لي ابن اسحاق قال عن, ساقول لك اذا الروايه ساقطه. طيب حاضر حاضر حاضر. اسمع 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 اسمع. مسند ابي يعلى. يعني دلوقتي تعرفت الرجل الذي هو مدلس كان؟ الجزء الثالث. الجزء الرابع. ثواني. لا الجزء الثالث. عن سلمة بن الفضل, عن محمد بن اسحاق, عن يحيى بن عباد برضه. محمد بن اسحاق عن الروايه. في حتى في لا ثواني ثواني. انا عندي سند اخر غير السند اللي انت قريته. يعني حسن بن عمر بن شقيق بن أسماء الجرمي البصري, حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبي عن عائشة أنها قالت والكلام ده. لا
لا اقرأ الاسناد تاني. أنا قريته وأراه مرة تانية وتالتة ورابعة مفيش مشاكل. حدثنا الحسن بن عمر بن شقيق بن أسماء الجرمي البصري، حدثنا سلمة بن سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد عن ابن عبد الله بن الزبير عن أبي عن عائشة. عن محمد بن إسحاق عن إذا محمد بن إسحاق عن عن وهو طيب محمد بن إسحاق مدلس؟ نعم. يعني ما شاء الله كتبكم تروى عن المدلسين كلكم؟ كما نروي كما قال الحر العاملي في وسائل الشيعة أننا نأخذ ديننا عن المجاهيل والكفار. قال أن الشيعة ورجع يدلس لما قلت له تاخدوا دينكم يقول أنتوا الشيعة. يا عم أنا بستدل عليك من كتبك يا محمود، أنا بستدل عليك من كتبك يا محمود، أنا ما جايبش حاجة من جيبي. كتبك تروي عن المدلسين، سيف بن عمر جايب لي رواية عن سيف بن عمر. يوثقون من يعتقدون. سيبك من الشيعة عليك من نفسك، دافع عن نفسك الأول يا محمود، دافع عن نفسك الأول. دافع ما تدلش، ننقل عن الكفار. الله يلعن عائشة والله العظيم. أنا أقول لك مين اللي ينقل عن الكفار، عمر بن الخطاب حينما ذهب لليهود يتعلم منهم. أنا بقول لك وحينما جاء بكعب الأحبار اليهودية يتعلم منه، هذا الذي ينقل عن الكفار والذي قدس الصخرة بتاعة اليهود ولحد دلوقتي تقدسوها، عاملين قبة الصخرة. الخرافات اللي انتم فيها خرافات مين؟ دي كتبكم. الصخرة بتاعته دلوقتي في بيت المقدس، في القدس، أقول لك في القدس، الصخرة بتاعتكم يا محمود. اسمعني يا محمود الصخرة، الموجودة في 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 القدس دلوقتي اللي عاملينها قبة الصخرة دي مقدسة عندكم مش كده؟ مقدسة؟ دي بتاعة اليهود مش بتاعة المسلمين. وهناك سلة من علمائكم يقولون لا قدسية لهذه الصخرة، دي بتاعة اليهود. ابن بنت رسول الله تقدسون مكانا قتل فيه ابن بنت رسول الله. ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، ونحن نقدس المكان الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وآله، ونقدس المكان الذي مات فيه حمزة عليه السلام ابن عبد المطلب. أنتم نواصب لأهل البيت والله. نواصب؟ ربنا يلعن عائشة. ده اللي وصلت ليه؟ عبد الله بن عباس كافر، أسامة بن زيد كافر، كل الصحابة كفار ما عدا ثلاثة كفار. كفار وتكفر المسلمين؟ الله يلعن عائشة. ده هو دينكم، التكفير؟ ما عندكش أي حجة لما أجاوبك وأجيب لك الروايات عن كتبكم؟ ما عندكش حجة غير التكفير والشتيمة؟ هذا كفار في دينك؟ كل من نصر رسول الله من المهاجرين والأنصار كفار في دينك؟ هل تنكر؟ كل من نصر. أسمع حديث الحوض، إيه رأيك في حديث الحوض؟ إنهم ارتدوا على عقابهم القهقرة من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، إيه رأيك بالرواية دي؟ لا 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 لا. حديث الحوض يتكلم عن أناس المنافقين من أمثالك. النبي صلى الله عليه وسلم يرفضهم. ما كانوا صحابة. كان يقول رسول الله صلى الله عليه وآله أصيحابي. كان يقول رسول الله صلى الله عليه وآله أصيحابي يا محمود. المهاجرين أولئك هم الصادقون، ومع ذلك كفار صادقين وكفار. طيب نقض مع القرآن ده. هو ده دينكم يا محمود؟ أنت من أي عالم؟ والسور والآيات اللي نزلت في المنافقين مين؟ المنافقين كانوا مين؟ يرجع لنا. طيب المنافقين، المنافقين كانوا مين؟ المنافقين كانوا مين؟ كانوا اتباع ابن سبأ. طيب جميل 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 جميل. عبد الله بن سبأ لم يكن موجود في زمن رسول الله صلى الله عليه واله. طيب دلوقتي المنافقين، المنافقين الذين كانوا موجودون في عهد رسول الله صلى الله عليه واله مين؟ غير عبد الله بن ابي بن سلول. تفضل. سبحانك يا رب. هو ده موضوعنا؟ وانت بتتكلم، انت غيرت الموضوع ورحت حته تانية خالص. انت قلت انتوا بتكفروا الصحابه، المنافقين هم الذين ارتدوا من بعد رسول الله صلى الله عليه واله. يا محمود ما تلفش معايا يا محمود. انا حينما اتيت لك بحديث الحوض وقال رسول الله صلى الله عليه واله يقول اصيحابي، فتقول له الملائكه انك لا تعلم ماذا احدث بعدك، انهم ارتدوا على اعقابهم القهقرة، اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله ارتدوا. انت تقول لي منافقين، قلت لك طيب عدد لي الايات والروايات التي نزلت في المنافقين.
قلت لك الصحبة صحبة كل نبي يأتي ومعه أصحابه، يعني أمته. خلاص انتهى. يبقى يعني إيه يعني دلوقتي دي أم؟ مش فاهمين دلوقتي، أصحاب ولا أمة ولا إيه؟ طيب نرجع لكذب. يعني تتهرب دلوقتي، تتهرب يعني. لا ثواني يا محمود يعني تتهرب دلوقتي في من موضوع اصحابي، تتهرب. قول لي ما عنديش جواب وانا سيبك. لا 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 اتهرب، انما ارجع للموضوع الذي ترفض. يعني تهربت. انا ايه كلام كلمتني فيه انا جاوبتك عليه على طول وانت تهربت؟ ده مستواكم. بالامس قلت لي ان الروايه موجوده عندنا في كتبنا نحن في الحاكم الحسكاني. هو مين الحاكم الحسكاني ده؟ ده شيعي. مين ده شيعي؟ ما بتقول في كتب المسلمين، في كتب اهل السنه ليه؟ أنا يا كذاب. أنا لما قلت اسمعني يا محمود، أنا قلت موجودة في الكتب التالية. سمعني ولا لا؟ قلت موجودة، لم أقل السنة. طيب لا مشاحة في طيب قلت طيب افرض انا اخطأت. اسمعني ما كنتش عارف، كنت قال اخطأت، بعدين تبين لي ان الشيعي. طيب تفضل. جميل. قلت انت قلت لي مع العلم، انت قلت لي لا مش موجودة لا عندنا احنا الشيعة ولا عندكم انتم، مش كده قلت امبارح؟ لا قلت مش موجودة عندكم انتم الشيعة. لا قلت مش موجودة عندكم انتوا الشيعة الرواية دي. طيب صحيح ولا لا؟ أنا قلت عندنا نحن المسلمين لا توجد هذه الرواية بإسناد صحيح أصلا ولا بإسناد أصلا. لا توجد بأي إسناد. لا توجد بأي إسناد؟ لا دي مكابرة. لا توجد بأي إسناد؟ هو تعرف أي إسناد؟ دي حاجة. لا عاوز الإسناد؟ عاوز الإسناد؟ ابن أبي الحديد. يا محمود عاوز الإسناد؟ نعم أريد الإسناد. حاضر من عناية. أنا ما تجيب الإسناد أذكر شيء. أنا لا جبت الإسناد، جبت الإسناد يا محمود، جبت الإسناد. ثواني بس. يا محمود. يا محمود يا عم مش شيعي. طيب اسمعني يا محمود، اسمعني. المجلسي الذي يقول شيعي، المجلسي يقول ابن ابي الحديد شيعي. طيب يا استاذ اخطا المجلسي. ما تدلسش على المجلسي. طيب انت مين عشان تخطئ المجلسي؟ يا عم كل علمائنا لم يعترفوا بتشيع هذا الرجل، وكان يدافع عن ابو بكر وعمر ولم يكن شيعيا. طيب انت من تخطئ المجلسي. طيب اقول لك على حاجه. انا قلت لي اسمعني يا محمود، انت قلت لي هات السند، انا هجيب لك السند. طيب السند هو يكفيه فخرا انه كان ابي بكر الجوهري احد اكبر علمائكم، فاهم علي ولا لا؟ في القرن الرابع. طيب يعني ابو بكر الجوهري من علماء اهل السنه. من علمائكم. طيب لماذا قال الخوئي في معجم رجال الحديث صريح كلام ابي الحديد ان الرجل من اهل السنه، ولكن ذكر الشيخ، يعني الطوفي في الفهرست عارفه طبعا، ذكر الشيخ له في الفهرست كاشف، ذكر الشيخ له في الفهرست كاشف عن كونه شيعيا. وبعضهم لم يقل بانه شيعي في الترجمه بتاعته. وعلى كل حال فالرجل لم تثبت وثاقته اذ لا اعتداد بتوثيق ابن ابي الحديد. اسمع 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 مذهبه. اسمع 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 شيعي وغير ثقه يا عم. أستاذ غير ثقة عن يا أستاذ لو سمحت مذهبه. يقول عده بعض علماء الإمامية منهم بناء على ما جاء في الفهرست، لأنه الشيخ كما ذكروا جعل الفهرست لترجمته مصنفه الإمامية فقط، وعده البعض الآخر عمي المذهب، يعني منقسمين، ناس بتقول الشيعي ناس بتقول لا عمي المذهب. لأن ابن أبي الحديد قال في شرح نهج البلاغة، اسمع ابن أبي الحديد قال إيه، فيما ورد من الأخبار والسير المنقولة من أفواه أهل الحديث وكتبهم لا من كتب الشيعة ورجالهم، لأن مشترطون على أنفسنا ألا نحفل بذلك. يقول أنا كل المصادر اللي جبتها من كتب ليس بكتب شيعية، نحن لا نحفل بكتب الشيعة. فعدهم الرجال مين؟ ابن أبي الحديد المعتزلي، فهم عليا؟ طيب اسمعني لو سمحت خليني أكمل كلامي. طيب
وجميع ما نريده في هذا الفصل من كتاب أبي بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري في السقيف وفتك ومقع من الاختلاف والاضطرار عقب وفاة النبي صلى الله عليه وآله وأبو بكر الجوهري، هذا عالم محدث كثير الأدب، ثقة ورع، أثنى عليه المحدثون وروى عنه مصنفاته. طيب اسمعني اسمعني، والتصريح ده يثبت أن الراجل لم يكن شيعيا. طيب ممكن أرد؟ اتفضل. طيب كلام ابن أبي حديد أنه التزم أن ينقل من كتب أهل السنة، رد عليه الخوئي وقال أنه نقل عن الجوهري والجوهري شيعي، إذن ابن أبي الحديد كذاب. الشيء الثاني، طيب أقول لك لا، اسمعني 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 يا أستاذ، اسمعني يا أستاذ، بغض اسمعني اسمعني يا محمود 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 يا محمود، الراجل ليس بشيعيا والكتاب بتاعه للدفاع عن أبو بكر. لو تشوف في الخوئي كذاب يا أستاذ، لا أخطأ، أنت دلوقتي كذاب لما امبارح رويت الرواية بتاعتك المكذوبة عن أنا ذكرت عمر. الرواية بس طيب دلوقتي أنت كذاب ولا أخطأت؟ أنت مش اعترفت بخطأك؟ الخوي لربما أخطأ، طيب لربما أخطأ، لو كان صحيحا ما تقول، لو كان صحيحا ما تقول اللي أخطأه وأنت اللي ما بتخطأش يا أستاذ. يا أستاذ أنا وأنت عادي جدا، مش معصوم، مش معصوم، عادي جدا عادي جدا، مش معصوم، مش البخاري، مش البخاري، احنا ما عندناش البخاري ومسلم واحمد، ما عندناش دول معصومين، احنا معصومين عندنا اهل البيت عليهم السلام والائمه الاثني عشر من انبياء، والله انبياء، لا النبي عندكم عمر بن الخطاب، النبي عندكم عمر بن الخطاب مش عندنا، والله انبياء بس انتوا بتسموهم، اه والمعصومين عندكم هم الصحابه، ابو بكر معصوم وعمر معصوم وعثمان معصوم وكل من شاف النبي يبقى معصوم، افضل من الانبياء، الافضل من الانبياء عندكم، افضل من النبي محمد صلى الله عليه واله وعمر الخطاب حينما تروا لو كان نبيا بعدي، كلما اخطا عني الواحد ظننت انه ذهب الى ابن الخطاب. طيب ده ابن ابي بكر، اسمعني يا استاذ، ابن ابي بكر بسنده، هذا الرجل ليس بشيعي وروى في فضائل ابي بكر والدفاع عن ابي بكر في هذا الكتاب بتاعه اللي اسمه السقيف وفدك في فضائل ابو بكر والدفاع عن ابو بكر، حاجات كتير قوي، فالكلام ده لا يرويه شيعيا قط. هذا كنتم تفعلونه تقيه، وهذا يا عمي تقيه مين؟ هل هناك شيعي يمتدح ابو بكر وعمر تقيه؟ انت ايه تحمر يا راجل، عيب عليك الكلام ده. اسمع، طب المجلسي الذي يقول ذلك مش انا، تسمع كلام ماذا يقول المجلسي؟ يعني يكتب في مصنفاته مديح لابو بكر وعمر تقيه؟ يا حبيبي افهمني، يقول المجلسي لكن بيتكلم عن ابن ابي الحديد وانه كان بيتكلم بالتقيه، بيقول سمي هؤلاء بالتفضيليه منهم ابن ابي الحديد والدواني على المشهود فيما يفهم من اكثر كلامهما، لكن صرح في مواضع بالتشيع وهو الظن بهما وبامثالهما. الظن وهو الظن وهو الظن حيث لا يمكنهم اظهار الحق في ماده الباطل. انت قلت يا محمود هذا المذهب ليمكنهم اظهار افضليه علي عليه السلام. يا محمود قلت الظن، هو قال المجلسي الظن انه شيعي، يظن مش متاكد، فاهم عليا؟ فاهم عربي ولا لا؟ هل تجيد اللغه العربيه ولا لا؟ الظن بالالماني يبقى جلوبن، وبالانجليزي يبقى اي بليف شيعي، خلاص. وهذا الكلام نقلوا اكثر من 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 واحد عندكم انه ابن ابي الحديد شيعي، خلاص يا استاذ يا استاذ، ما هو الراجل بيصرح انه ليس بشيعي. طيب يا استاذ، واحنا نتكلم عن 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 القاضي ابو بكر الجوهري، الراجل ده بتاعكم. طيب دلوقتي الراجل ده روى بسنده روايه تقول بلعن من تخلف عن جيش اسامه، انت قلت ما فيش سند، قلت لك قلت لك فيها سند. طيب دلوقتي فيها سند او رؤية مرسلة موجودة، في حاجة موجودة في التاريخ، ما فيش دخان من غير نار. تاريخ ايه؟ التاريخ الرفض يا رماني، ومال التاريخ الرفض يا عم؟ ده التاريخ بتاعكم من كتبكم يا استاذ. لا 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 لا، هذا الكتاب معروف انه كتاب شيعي والمهتمين به هم الشيعة. طيب وليس من كتب الحديث. طيب ثواني، ده كتاب شيعي، كتاب شيعي متأكد؟ طبعا. قول والله العظيم ده كتاب شيعي.
اللي هو ايه؟ كتاب اسمه كتاب السقيفة وفدك، قول والله العظيم ده كتاب شيعي. سبحانك يا رب، وهل يشك عاقل ان هذا يا استاذ شيعي؟ يا محمود قول والله العظيم ده كتاب شيعي، انت مش عاقل ولا تشك؟ والله العظيم كتاب شيعي. طيب حلفت بالله، حلفت بالله انا في الحلقه الجايه هجيب لك واثبت لك انه هذا الكتاب ليس بشيعي. طيب عندك كتاب الملل والنحل؟ انت ثواني، انا عارف اللي انت هتجيبه، هتجيب لي من كتبك انت كلام ناس وتقولي دول سنه وقالوا ان الكتاب سنه. لا يا كذاب، انت بتكذب. لا والله العظيم اسمعني، انا هجيب لك من كتبك، اسمعني. ممكن اسمعني، ورويت مرسله عن غير اكثر من واحد والله العظيم. انا يا محمود اقول يا محمود انا جهل واتعلم منك. اتفضل ثواني. الرواية موجودة في الملل والنحل للشهرستاني. ده شيعي للشهرستاني. ثواني، الملل والنحل للشهرستاني كتاب حديث ذكرها بإسناد للنبي صلى الله عليه وسلم. الملل والنحل الشهرستاني ليس محدث وليس له في علم الحديث. طيب يعني طيب ليس براجل حديث. طيب ذكرها، طيب شرح نهج البلاغة قلت ده شيعي. طيب ذكرها ابن أبي الدم الحموي في المختصر في تاريخ الإسلام. الحموي شيعي. شيعي؟ الحموي شيعي والله شيعي. والله شيعي؟ خلاص رفضي. والله شيعي؟ اه والله شيعي. ابن ابي الدم الحموي. نعم ابن ابي الدم الحموي شيعي. راجع كتبك. راجع يا استاذ. ايوه شيعي والله، اقسم بالله شيعي. اسمع، ابن ابي الدم هو مؤرخ بحاث من علماء الشافعية، مولوده ووفاته بحماه. ايه رايك؟ يا اما كذبت يا اما جاهل. ثواني، لا مش جاهل. جاهل ايه؟ طيب عالم. نعم. جو ثواني اعطيك كلام العلماء في ابن ابي الدم الحموي الذي تستدلون به علينا، لكن انا الان مش لاقي الترجمه. على العموم ما فيش مشكله. لا طيب يعني شيعي ولا مش شيعي؟ لا ابن ابي الدم شيعي. شيعي. اسمع، نعم قاضي حماه ابن ابي الدم الحموي هو شهاب بن دين ابو اسحاق ابراهيم بن عبد الله ابن عبد المنعم علي بن محمد بن فاتك بن زيد بن ادم الى الحموي الشافعي. هذه نسبه نعلمها منكم عندما تقولون القاضي النعمان المغربي. يا عم القاضي النعمان المغربي مين؟ ابو حنيفه النعمان، مذهب ابو حنيفه. يا استاذ يعني يا اما انت جاهل يا اما بتدلس بطريقه متعمده. لا 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 ادلس، لا ادلس. امال ايه جاهل؟ على كل. امال ايه يعني زي جاهل زي روايه الطبري ودلست زي روايه الطبري؟ اذكر لي اسناد ابن ابي الدم اللي انت بتتكلم عنه ده. لا رواها مرسله. طيب خلاص انت بتتكلم وخلاص. طيب اسمع، الفرائد الثانيه في شرح المقدمه السنوسيه. مين ده مش عارف، بياع قوطه قدام بيتكم. ايوه ماشي، وبعدين الله يخرب بيتك يا عم. هات السند، هات الروايه. رواها كمان، رواها مرسله. لا اسمه ايه؟ هجيب لك اسمه. اسمع، الفرائد الثانية في شرح المقدمة السنوسية تصنيف محمد بن عبد الله الخرشي. فهمت؟ عرفت ولا لا؟ محمد عبد الله الخرشي. مش القرشي، الخرشي بالخاء. ما شاء الله. طيب ما شاء الله. ايه رايك؟ رايي فين؟ هات لي السند بتاعه ولا قلت لك رواها مرسلة. أنا مالي ومال مرسلة؟ مرسلة يبقى مكذوبة ضعيفة. ضعيفة بالضعف. طيب اسمع، المواقف للقاضي عضد الدين الأيجي. المواقف كتاب يرد على الشيعة ولم يذكر الرواية بإسناد. أنتوا بتكذبوا وبترمي. طيب ما هو أقول لك، هو كتاب يرد على الشيعة ولم يذكر الرواية بإسناد، ولكن ذكر هذه الرواية، يعني يستدل بهذه الرواية علينا. سبحان الله، وانت مالك؟ ما هو من علمائك مش من علمائي انا. وانت مالك؟ اين الاسناد؟ ما قلت لك الاسناد بتاعها رواه ابو بكر ابن ابو بكر الجوهري. شو رجع للجوهري عشان تعرفوا انه ليس لها اسناد. ما هو اسناد الراجل بتاعك وعالم حديث. و
طيب طيب افرض جدلا افرض بس بس اقول لك اقول لك على حاجه اقول كذاب واسناد الجوهري ايضا ثالث الجوهري كذاب حرام عليك يا راجل ده من علمائكم لا 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 طيب اسمع طيب يا استاذ دي رويت في اكثر من مصدر ورد عليها بعض علمائكم واستند عليها اسمعني لو سمحت يا محمود يا محمود يا محمود لو سمحت رد على هذه الروايه اكثر من عالم من عندكم واستدل بها اكثر من عالم عندكم يعني في حاجه موجوده صحيح ولا غلط طيب سيبنا من اسناد الروايه انا دلوقتي بسالك سؤال بسالك سؤال اسمعني لا 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 قبل السؤال قبل السؤال فضل. اعترف ان الروايه ليس لها اسناد عندكم اعترف ان الروايه ليست ليس لها اسناد ولا عند الرافضه يا عم اسمعني الروايه دي الروايه دي مسنده عندكم الروايه دي مسنده عندكم يا بلاش تهرب بلاش تهرب ما تقوليش ما تعترفش رجالكم انتوا نحن نستدل بها عليكم يا استاذ اسمعني بس اقول لك على حاجه اسمعني افرض جدلا الروايه دي مش موجوده مش موجودة نعم. طيب رسول الله صلى الله عليه وآله أما أمر الله عز وجل بطاعة النبي صلى الله عليه وآله سبحانك يا رب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم كانت واجبة على علي لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمحو الكلمة في غزوة الحديبية بدأ يدلس كانت واجبة عليه بدأ يدلس بدأ يدلس ورجعنا يعني علي بن أبي طالب يعصي أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وتلف وتدور لي أقول لك على حاجة أقول لك على حاجة اسمعني اسمعني يا محمود اسمعني يا محمود علي بن أبي طالب قال اسمعني اسمعني يا مدلس اسمعني يا جاهل اسمعني وتعلم يا محمود اسمعني وتعلم اسمعني وتعلم حينما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بمحو هذه الكتابة قال ما أنا بأمحيها مش أنا قادر أن أمحي هذه الكلمة احتراما لك يا رسول الله صلى الله عليه وآله فرسول الله صلى الله عليه جعل يده على يد علي بن أبي طالب ومسحه ده مش موضوعنا اسمعني اسمعني لما كلف علي بأمر أنت بتدلس ليه لم يخطئ رسول الله صلى الله عليه وآله ولكن ليبين فهم علي بن أبي طالب لرسول الله صلى الله عليه وآله واحترامه ليه عشان والله العظيم جهلة والله العظيم جهلة يعني بتدلس أقول لك ده عشان يبين مدى احترام علي بن أبي طالب لرسول الله صلى الله عليه وآله ليكوا يا جهلة مش زي عمر مش زي عمر الذي قال أولسنا على الحق أو ليسوا على الباطل أو ليس يزعم هذا أنه رسول الله ده دي فضيحة على عمر الخطاب حتى أنه أصحابه الذين كانوا معاه لم يحلقوا رؤوسه وقال رسول الله صلى الله عليه وآله هلك الناس في الموضوع في صلح الحديبية ما تشوف الفضائح بتاع الصحابة بتاعتكم هؤلاء الذين النبي أمر علي بشيء كان فيه قلة قلة أدب قلة أدب عمر حينما قال أليس يقول إنه رسول الله هل كان أمر النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه أدب لذلك إيه؟ أمر به علي وعلي رفض إيه رفض علي لم يرفض علي قال أنا مش قادر أنت فاهم عليا أنت أنا بكلمك دلوقتي عن عمر الخطاب الجاهل أنت بتلف وتدور لي يا أستاذ اسمعني 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 خلينا بالموضوع خلينا بالموضوع خلينا بالموضوع بلاش تلقي بتلف وتدور معايا اسمعني يا محمود يا محمود أنا طولت معاك كتير قوي اسمعني يا محمود أرجوك اسمعني 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 طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله واجبة أليست كذلك قلت لي طيب حينما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله الصحابة بتاعتك أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح ودول يلتحقوا بجيش أسامة لماذا عصوا رسول الله صلى الله عليه وآله وحينما عصوا أليسوا من أهل النار بناء على ما قاله القرآن في معصية رسول الله صلى الله عليه وآله الجواب أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق الأمة قد تقترن به قرائن تخرجه من الوجوب إلى النذب بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا أمرا ورفض علي الأمر إذن فالأمر قد تأتي في قرينة تصرفه من الوجوب إلى النذب يعني دلوقتي يعني الصلاة تنتشر في الأرض ويبتغي من فضل الله هل يجب على كل من صلى الجمعة أن ينتشر في الأرض ويبتغي من فضل الله يا محمود يا محمود ممكن يروح ينام يا محمود ولا يا محمود يا محمود يا محمود الأمر قد
انا بجاوبك اهو اسمعني. انا بجاوبك. اتفضل. اذا الامر قد تاتي فيه قرينه تصرفه من الوجوب الى النذب. الصحابه فهموا من النبي صلى الله عليه وسلم. يا حبيبي افهمني، سبحان الله. والصحابة لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإنفاذ جيش أسامة ومارس النبي صلى الله عليه وسلم علموا أنه لا يمكن الخروج من المدينة في هذه الحالة حتى ينظروا ما يقضي له في رسوله. إذا ليس هناك مخالفة أصلا. ثم الجيش نفذ بعد لم يكن مخالفة حينما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإنفاذ جيش كما أسامة، كما لم يكن علي عندما رفض فيه مخالفة. لم يخالف علي بن ابي طالب. وانت بتجيب تربط لحيه بشارب كده يعني من كيفك، وانت تجيب استدلالات على مزاجك. يعني استدلالات لم ياتي بها حتى علمائك الاقادم. انت بتجيب الاستدلالات دي منين؟ علي بن ابي طالب اسمعني يا استاذ، طاعه لله عز وجل، طاعه لله عز وجل وطاعه لرسوله. يبقى علي ما شاء الله زي الفل. لما الصحابة يرفضوا يبقى كفار. يا استاذ اسمعني يا استاذ ابو بكر وعمر عصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدم التحاق بجيش اسامه حينما امرهم بانفاذ جيش اسامه. انت بتجيب لي استدلال من جيبك يا محمود تقول لي عشان علي بن ابي طالب عصى هنا. اسمعني يا استاذ لو سمحت. نفرض جدلا والعياذ بالله وحاشا لامير المؤمنين علي بن ابي طالب انه علي بن ابي طالب عصى رسول الله صلى الله عليه واله زي ما عصوا الصحابه في موضوع الحل في صلح الحديبيه. طيب دلوقتي هل يجوز للصحابه ان يعصوا رسول الله صلى الله عليه واله كده يعني مستمرين في المعصيه لرسول الله صلى الله عليه واله من كده من كيفهم يجتهدوا؟ اجاوبك بنفس طريقتك. انت بتقول انت فاهم عليا ولا ايه؟ انت بتفهم بتفهم عربي؟ انا قلت لك كلمتك عربي على فكره. قلت لك هناك قرائن تصرف الامر من الوجوب الى الندب. ممكن طيب لا 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 قرائن ايه يعني؟ قرائن ايه؟ معصيه رسول الله صلى الله عليه واله فيها قرائن؟ قرائن الحال التي امر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه بها فهموا منها ان الامر لا يمكن تنفيذه في وقت وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظارا لما يقضي الله. خلاص انتظارا لما يقضي الله. نعم انتظارا لما يقضي الله في رسوله. خلاص نرجع للسند بتاعك بتاع الجوهري 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 وغيره. هات لي سند صحيح. اسمع ثواني اسمع انا افتكرت حاجه. بص في صحيح مسلم يروي لم يسيروا جيش أسامة ليه؟ عشان طعنوا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد فطعن الناس في إمرته فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن تطعنوا في إمرته فقد كنتم تطعنون في إمرة أبيه من قبل. طيب الصحابة دول اللي كان فيهم أبو بكر وعمر طبعا طعنوا في إمرة أسامة بن زيد. طيب هل يجوز هذا الفعل من هؤلاء الصحابة؟ طبعا الروايات التي وردت في هذا الامر تقول فطعن اكثر المنافقون في تامير اسامه. المنافقون انا مالي. طيب لماذا 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 لم توجد روايه مثلا ابو بكر لا اصر على تسيير جيش اسامه؟ لماذا لم توجد روايه ان علي اصر على تسيير جيش اسامه؟ علي بن ابي طالب اصر على تسيير جيش اسامه كان مع رسول الله صلى الله عليه واله. طيب وابو بكر وعمر كانوا مع هؤلاء الذين طعنوا يعني واضحه من 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 فطعن الناس او الجيش كله طعن في امره اسامه بن زيد. فين الدليل بتاعك؟ انت بتتكلم وخلاص؟ وانت كمان تتكلم وخلاص. عندك سند للروايه غير سند الجوهري التالف. التالف وانت جبت لي سند من سيف بن عمر مش عارف مين. طيب على كل يا استاذ محمود يا استاذ انا الكنترول يشير عليا انه لازم نختم معاك. طيب انا يا الله نعم في يوم قيامه هتقف وراء الله. لم يكذب الرجل، قال هناك كلام. لا اسمعني اشكرك. لا اشكرك يا محمود على اتصالك واشكرك على المشاركه بتاعتك. يا محمود بص انت وامثالك يجب ان تتعلموا فن النقاش يعني وبلاش تدليس وتلبيس على الجمهور. هذه الرواية التي رويتها أنت وأنه تحاولون بكل الوسائل أن تثبتوا أن علي بن أبي طالب عليه السلام عصى رسول الله صلى الله عليه وآله في موضوع مسح اسم رسول الله صلى الله عليه وآله من ورقة.
علي بن أبي طالب قال ما أنا بأمحيها، مش لم يعصي رسول الله صلى الله عليه وآله، قال لا مش ليس من مقامي أن أمحي هذه الكلمة اسم رسول الله صلى الله عليه وآله. فرسول الله صلى الله عليه وآله وضع يده على يد علي ومسحها، يعني في النهاية أطاع علي بن أبي طالب رسول الله صلى الله عليه وآله. طيب عندنا اتصال من الأستاذ سراج الدين من القليوبية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أستاذنا الفاضل وعلي المؤمنين المتشائمين السلام. قال الله سبحانه وتعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وقال الله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. منذ قليل اتصل أحد المنافقين ونتحدث في الحلقة 111 وذكرت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم عادي من عداه وولي من ولاه، يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يرضك إلا منافق. فكان عليه من باب الأولى بعد أن اعترف أمام العالم وأمام الأسر المتشيعة بخطأه الفادح وجهله وتضليله وتدليسه، كان عليه أن يعترف بخطأه لإمامه غصبا عنه وعن اللي خلفوه، وعليه أن يعلم ماذا من هو الإمام علي باب العلم، وعليه أن يعلم أن الذي عصى أمر الله وعمر بن الخطاب لعنة الله عليه آتوا لي قرطاسا وقلما، فقال إن رجل لا يكون حسن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المنافق الذي لم يعلم أن علي بن أبي طالب هو التاريخ هو القرآن، علي مع القرآن والقرآن مع علي، والذي قال فيه أنت الذي لله ما وصل وأنت للذي للقبلتين مع النبي أول من صلى ومن ركع، وأنت الذي في نفس مضجعه قد بات مضجعا، وأنت الذي جعلت لك قدما في موضع يدعو الرحمن قد وضع في الكعبة المشرفة، هذا الجاهل أنت الذي حكمت في الكفر سيفا لو هويت به على كتف الأسلاك لانخلع، سلام عليك ذو الفقار من حمل من حمى الإسلام غيرك وعلى، وكتاب الرحمن في صوره شاهد، أجعلتم سقاية الحج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. أيها الظالم، أيها المتصل، أيها الغبي، لعنة الله عليك وعلى أمك عائشة وعلى كل من تابعك وآمن بهذا التخاريف وهذا التضليل. لقد على الإمام علي بأمر الله فوق السدانة والسقاية، هو باب العلم قد لبس تاج القرآن وشرفه، وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حب علي وسنظل معه. وذكرك الله أخي الفاضل أيها الإعلام العظيم على هؤلاء الجهل المنافقين، وأرجو ألا يتخذ هذه القناة مرتعا أو عزبة، حتى لا، لأن في أسر كتير متشائم تسمع وتتعلم، هو خد كتير، هو كل اللي بيعمله عاوز يعمل شو إعلاني، وهو منافق بيقول لك هاخد أي دين تاني، علي أن يذهب إلى بطرس زكريا ولا زكريا بطرس. بالأمس أحد المتصلين في أمريكا اسمه محمد استنصر، واحدة من إريتريا استنصرت، فعليه أن يترك هذا المقام. وأنا بشكر صبرة العظيم وبقول النهاردة اللي ما يحترمش هذه القناة فعلي أن ألا يعاود الاتصال مرة أخرى، وعليه أن يتعلم وأن يحترم إمامنا وعلماءنا ومذيعينا وكل عامل وكل شيخ في هذه القناة. سلام عليكم يا سيدي، وسلام على العطرة وأصحاب العطرة، وسلام على دكتورنا العظيم وجميعكم وأصغركم على دماغنا، أنتم جدانا ورؤوسنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. أشكرك يا أستاذ سراج الدين، أشكرك أشكرك على اتصالك. لا إله إلا الله، إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. نعم.
طيب احنا دلوقتي نرجع لموضوعنا، موضوع طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا الجيش الذي أنفذه رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يطع كبار الصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله في هذا الموضوع، يعني الله عز وجل حذر من هذا الموضوع من معصية رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول الله عز وجل في محكم كتابه: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. ويقول الله عز وجل في محكم كتابه: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ويقول الله عز وجل في محكم كتابه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. طيب دلوقتي كل فرد يعصي رسول الله صلى الله عليه وآله يعني يصيبه عذاب أليم. دلوقتي هؤلاء ممن تدب مع أسامة كانوا كبار المهاجرين والأنصار، منهم أبو بكر وعمر. والروايات بتنص، بص هو أكتر مرة يقول هل علي بن أبي طالب كان موجود في هذه، في هل علي بن أبي طالب كان موجود، يعني علي بن أبي طالب عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بص الروايات تذكر أنه كبار الصحابة والمهاجرين والأنصار تم انتدابهم إلى هذه، منهم أبو بكر وعمر. لو كان عليا من بينهم من انتدبهم رسول الله صلى الله عليه وآله وأرسلهم إلى هذه السرية، سرية أو جيش أسامة، لكانت ذكرت الرواية أنه وكان منهم أبو بكر وعمر وعلي بن أبي طالب. لن يذكر أي فرد أنه علي بن أبي طالب كان من ضمن هذا الجيش. بس نعمل إيه للمدلسين؟ مين معنا؟ سعد أمين من قنا، السلام عليكم. عامل ايه يا سايد؟ اتفضل. اخبارك؟ الحمد لله. وجادلهم بالتي هي احسن. ان شاء الله. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. تمام مولاني؟ ان شاء الله. معلش انا عاوز صدرك يكون واسع معي شويه كده يعني. ان شاء الله. يا مولانا، يا مولانا انت لما يكون حد بيكلمك تبع للشيعي بتدي له مساحه كبيره. معلش يعني انا اتكلم معك كاخ الاخو يعني. ولما حد يكلمك من الـ من من الـ من اي حد انت ضده مش بتديله مساحه. انا كلمتك اول من حوالي بتاع اربع ايام كده ما خلتنيش اعرف اتكلم خالص. انت معايا مولاني؟ اه معاك. اه طب زي ما تدي مساحه يعني، انت انت تتكلم انت الشيخ محمود دي، انت انت الاستاذ محمود او الشيخ محمود دي ويقول انا مش شيخ او الراجل المسلم اخوني، واخد بالك؟ ما اديتوش مساحي. الراجل اللي كلمك دلوقتي من من القليوبيه ديتي سيادتك ما تكلمتش خالص معاه، سبته ياخد مجال. انت ما تكلمتش ثلاث كلمات على بعض معايا ولا مش معايا؟ اه معاك. فانا عايزك، انا عايزك انت بتقول راي وانا بديك راي، يعني زي ما اديك انت، يعني انت تسال سؤال وانا اسال سؤال ونجاوب بعض. ما تديش انت كده، لا انت لا, لا يعني اي حد بيتفرج عليكم ما فيهمش حاجه، لان انت انت بتشد معاه في الكلام وهو انت معك الحجي وهو مع الحج، المفروض انت تسال وهو يجيب والعكس هو يجيب وانت تسال. طيب ده عنده كان مشاركه في البرنامج، مداخله، ما عندوش سؤال ولا عنده نقاش. لو حد خش بنقاش لازم اجاوبه، يعني اعمل له ايه؟ اسكت اسكت له كده؟ لا ما ينفعش يعني، يكون خطا. اتفضل اتفضل. لا وطع صوت التلفزيون واسمع من التليفون بس يا سعد. انا خالص انا قافل التلفزيون مقفله خالص. طيب ايوه، فزي ما قلت لك، انا قلت لك لو كان نقاش يجب ان اناقشه، لو كانت مداخله اي فرد عاوز يتداخل زي حضرتك دلوقتي فانا بخليك بديك المجال بانه تتكلم زي ما انت عاوز. تفضل. بارك الله فيك يا استاذ، والله انت اخ، انت اخ كريم يعني. الحمد لله، الله يخليك، انت طيب. الله يبارك فيك. فانا يعني انا عاوز اي حد يتكلم ادي له مجال، سواء انا او غيري او دي او دي، ادي له يعني زي ما انت تتكلم هو يتكلم في الكلام اخذ وعطى. طيب بس انا اول امبارح سالتك بقول لك يا سيادتك منين؟ قلت لي دي من جلسه التعارف. يعني كان قلت لي مثلا انا كان قلت لي يعني يعني ما تخش الناس هي. طيب دلوقتي عاوز دلوقتي عاوز تعرفني منين؟ نعم؟ عاوز تعرفني منين؟ اتشرف بسيرتك والله. اجيب لك البطاقه لو. بتاعتي؟ تعال. طب خلاص مش هسالك السؤال ده تاني، مش هسالك خلاص. لا, لا انا اسمي خلاص. فائز بن محمد حسين بن صالح بن حسن بن سلمان بن هوال الجبوري، من قبيله عراقيه كده ممكن 500 سنه نسكن في العراق او اكثر. احسن الناس يا عم. الله يخليك. وبسقط راسي في العراق في كربلاء.
و... أحسن ناس برضو والله. الله يخليك أشكرك جدا. كبرت وترعرعت في العراق وهاجرت من ثم إلى إيران، عشت هناك 7 سنوات، تعلمت اللغة الفارسية ودرست شيئا من الحوزة، شيء قليل جدا. ثم هاجرت إلى سويسرا عشت فيها 14 سنة ودلوقتي أنا في بريطانيا. دي يعني حاجة بسيطة، نبذة بسيطة عن السي في بتاعتي. أحسن ناس يا عم والله، الشرف لي بك يعني. طيب عرفتين دلوقتي؟ أنت أخ فاضل، أنت أخ فاضل، فأنا قصدي يعني أي حد يكلمك ما تاخذوش بيحمل إنه مثلا ندوي مثلا عدوك، لا زي ما يسأل زي ما أنت تسأل هو يسأل. طب أنت بقيت تكلموا بعض، أنت الشيخ محمود، لا أنا فهمته لحد فين. طيب وصلت السؤال بتاعتك، عندك سؤال؟ كلامك. عندك سؤال؟ أنا عندي سؤال، عندي سؤال. تفضل. لما هو أنت بتقول كده على 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 أبو بكر، على سيدنا أبو بكر، طب ليه مين أول واحد، مين أول واحد أسلم؟ رد عليه السؤال. علي بن أبي طالب عليه السلام. من الرجال علي بن أبي طالب عليه السلام؟ لا ده من الصبغة. بص أقول لك، مين هناك رواية يرويها سعد بن أبي وقاص يقول أسلم أبو بكر بعد أكثر من 50 رجلا. دلوقتي ما عنديش السند للأسف. وأبو بكر لم يكن أول الناس إسلاما. طب أنا هاخدك برضو ماشي، برضو هتبع. لما هو كذي، لما هو من الملعونين وهو من الناس الوحشة دي، ليه سيدنا النبي اختاره من دول الناس، واخد بالك، وخده معاه في الهجرة؟ يا أستاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختاره ليكون معه في الهجرة. طيب لما نفس السؤال بسألك، الدليل بتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم من دون ناس أن يكون دليله في الهجرة؟ لماذا؟ طبعا سؤال، مع أنكم ترون أنه كان كافرا وراجع إلى قومه كافرا، وبعض الروايات تقول أنه أسلم، مختلفين في موضوعه. لماذا عبد الله بن أريقط؟ مين كان كافر مولانا؟ عبد الله بن أريقط دليل رسول الله صلى الله عليه وآله. طيب ده الراجل ده لماذا لم تثبت له فضيلة لأنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله في الهجرة بتاعته؟ دي كان دليل الصحراء، دي دليل النبي. طيب. وسيدنا أبو بكر ما كانوش عندهم علم بال ده موضوع اخطر، انه دليله في الصحراء يكون شخص كافر، يعني عادي جدا. يعني النبي صلى الله عليه، النبي موسى عليه السلام اصطحب بني اسرائيل الذين عبدوا العجل، لماذا اختارهم ليكونوا معه؟ ما هم عبدوا العجل بعديه. لما ادعى فيهم يا مولاني، لما ربنا نزل ندعيهم، هم يدعيهم كانوا بني اسرائيل، وكانوا يعني دعوا فيهم، يعني سيدنا موسى نزل يدعي بني اسرائيل. طيب يدعيهم؟ تفضل. هم كانوا يهود يعني مؤمنين بالديانه اليهوديه على اساس يعني كده من المفروض يعني، بس هم دول الناس اللي عبدوا العجل. ما هو نفس السؤال، لماذا اختارهم النبي موسى عليه السلام ليخرجوا معه من مصر؟ لماذا؟ نفس السؤال. ولاية نزل سيدنا أبو بكر وسيدنا محمد عليه السلام. يا أستاذ أنا كررت، يقول لصاحب لا تحزن إن الله معنا. يا أستاذ الآيات ده رب، تفضل أنا أخلص كلمتي. طيب. الآية دي نزلت سيدنا النبي وسيدنا أبو بكر ومن نزلش شيء. يا أستاذ هذه الآيات لا تثبت أي فضيلة لأبو بكر. ليه بس؟ بص تفضل أسمع، أنا كررت وحكرر. تفضل يا اخوي. الايات التي تقول عن ان لا تنصروه اذ هو في الغار اذ يقول لا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه. نزلت السكينه على مين؟ على سيدنا النبي وسيدنا عمر وسيدنا أبو بكر. لا نزلت على فرد واحد، عليه مش عليهما. فهم علي؟ نزلت عليه. نزلت السكينة على مين؟ على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله، والدليل عليه وأيده بجنود لم تروها، أيد رسول الله صلى الله عليه وآله. طيب لماذا حرم أبا بكر من السكينة؟ القرآن يقول هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. السكينة تنزل على قلوب المؤمنين وبس. يقول الله عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. على مين؟ على المؤمنين.
بس لما كانت تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم كل مرة كانت تنزل عليه وعلى المؤمنين كمان. اسمع الآيات بتقول ايه. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. يقول الله عز وجل في محكم كتابه: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. كل مرة كانت تنزل السكينة على النبي تنزل على المؤمنين كمان صلى الله عليه وآله. طيب دلوقتي هل لماذا حرم أبا بكر من هذه السكينة؟ الأمر واضح يعني جدا، لأنه لم يكن مؤمنا بناء على هذه الآيات القرآنية. طيب اشكرك جدا يا استاذ سعد. يعني مولانا ده يعني اتصالات كثيره يا استاذ سعد والله العظيم انا اعتذر منك. اتفضل. نعم. طيب اديك 10 ثواني اتفضل اطرح سؤالك 10 ثواني عشان في اتصالات كثيره. سيدنا ابو بكر كان صديق الضرب بتاع سيدنا النبي، كان هو اللي اختاره من دول الصحابه. لا يا استاذ، اديني كلمه معاك، اديني كلمه معاك. انتوا طب احنا ليه مثلا انت طب ليه مش عم تقولوا في المنافقين؟ ليه مش عم تقولوا في ابو لهب؟ اشمعنا ابو بكر وعمر وعثمان والسيده عائشه والسيده حفصه؟ دول امهات المؤمنين. حاضر. ليه طب ليه مش عم ليه احنا ليه ليه احنا ما حدش بنقول الو؟ حاضر حجاوبك ان شاء الله. حاضر حجاوبك. اشكرك على اتصالك يا استاذ سعد. حاضر حجاوبك. اشكرك على اتصالك. اشكرك. طيب يا استاذ سعد، بص ابو جهل معروف انه كافر، يعني هقول حزيد ايه؟ في فرد يتبع ابو جهل؟ هل هناك شخص يتبع ابو لهب؟ ما فيش. ولكن هناك أناس يتبعون مين؟ يتبعون عمر بن الخطاب. لو كان نبيا بعدي لكان عمر بن الخطاب. هناك أشخاص يتبعون عائشة. عائشة ما فيش أحسن من عائشة، أمنا عائشة، ويبكوا عليها ويتبعوا أحاديث عائشة ورواياتها الكاذبة على رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه المرأة التي قتلت رسول الله صلى الله عليه وآله. وعمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب مين؟ إنسان يعني فظا غليظ القلب. نعمل له ايه؟ راجل كان لو تشوفوا واحدة ست وهي حامل تسقط. في رواية انه عمر الخطاب بالفعل نده على واحدة ست اسقطت جنينها. رواية موجودة عندكم. ابو بكر مين؟ كان يقول انه له شيطان يعتريه وكان جاهلا منافقا. زي ما قريتكم يعني بروي الروايات واقرا لكم من القران والايات والادلة العقلية والنقلية عشان اثبت لكم انه ابو بكر انسان جاهل كافر. عشان اخليكم ما تتبعوش الراجل ده. هل يوجد شخص يتبع دلوقتي ابو لهب او على دين مسيلمه الكذاب؟ ما فيش. نعمل ايه يعني؟ لو كان هناك اناس يتبعون دين مسيلمه الكذاب لناقشنا في هذا الموضوع. لو كان هناك اناس يتبعون ابو لهب او ابو جهل يعني لناقشناهم في هذا الموضوع. ما فيش. ولكن هناك اناس يعبدون ابا بكر وعمر من دون الله. نعمل ايه؟ يجب أن نناقشهم لننقذهم من هذا الضلال الذين هم فيه. مين معنا؟ محمود من الإسكندرية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ فايد؟ الله يخليك. ازيك يا محمود؟ الحمد لله رب العالمين. أنا طبعا مش هزيد عن الأخ سراج اللي رد على الشيخ محمود بالشرقية. أحب أقول له في آية القرآن نزلت للمخالفين عن الراية بتاعت عمر بن زيد، ربنا قال فيها: ما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الضلال واضح لمن خالف، والسيرة قد أوضحت من المخالفين من كبار المهاجرين والأنصار منهم أبو بكر وعمر. فمن يخالف هذه الآية عليه أن يستدل لنا بدليل سواء تفسير أو رواية صحيحة تدل ردا على هذه الآية الكريمة. طبعا النفاق باين زي ما حضرتك بينت أن السكينة تنزل فقط على المؤمنين على رسوله، ومن يخالف الله ورسوله ويدعي أنه مؤمن. وبرضه ربنا قال ايه؟ ربنا قال للنبي ان انت لا تعرفهم نحن نعرفهم. المنافقين دول يعني يفتنوا الكفر، يفتنوا الكفر ويزوروا الايمان عكس البقيه اللي هو الا ان تتخذوا منهم كفر ويحذركم الله نفسه. فالمنافقون كفر، وللاسف يعني الناس خدعوا هذه الاصنام وخدوها
يعني من بعد رسول الله كأنهم خلفاء وأصروا على هذا بيقين. ولكن أريد نصيحة للأخوة، أنا متشيع الحمد لله، قد بحثت وقرأت وعرفت أن من يريد أن يعرف الحقيقة فليتجه نحو السيدة فاطمة الزهراء صلوات الله عليها وعلى أبنائها المعصومين. السيدة فاطمة الزهراء إذا كنت تخار عليها أعلم أن قال رسول الله صلى الله عليه وآله من يغضب فاطمة قد أغضبني، بما مضم كثير يعني الحديث. شوف مين اللي أذى السيدة فاطمة، شوف السيدة فاطمة اللي حصل له، شوف قعد 6 أشهر تدعى على مين وتلعن على مين، وظهر بالمعصية وقال يعني مين يعني ستنا فاطمة، وإن وادخل وحر عليها في الدور اللي فيها الإمام الحسن والإمام الحسين، ادعوا كذب إن الرواية دي مكذوبة، ويقولوا طب سيدنا الإمام علي كان فين ساعتها واختبأ فين، وكلام غزير كذب تدليس على الإمام علي بن أبي طالب. إذا كنت تريد أن تعرف الحقيقة تذهب لأم السيدة فاطمة الزهراء، ليس أمك هي عائشة، أمك هي فاطمة الزهراء رضوان الله عليها. السلام عليكم. وأنا مش عايز أقول أشكرك جدا. أشكرك يا محمد، أشكرك جدا على اتصالك. أشكرك زي ما قلنا يا أستاذ، زي محترمين إخواننا المشاهدين الكرام، أنه لا بالفعل هناك أمر جرى في أيام استشهاد رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذه البيعة التي جرت على أبو بكر زي ما قال عمر الخطاب هي فلتة، ويقول عمر الخطاب ألا وأنها كانت كذلك، ويقول ولكن وقى الله شرها ومن عاد لها حق. في بعض الروايات عندهم يقول فاقتلوه، تخيلوا يعني الذي جرى في سقيفة بني ساعدة لم يكن لا مشهورة ولا حتى انكم ترون انه علي بن ابي طالب عليه السلام تخلف عن بيعه ابو بكر حسب زعمكم 6 شهور، ولكن علي بن ابي طالب لم يبايع ابو بكر اصلا. ده موضوع. الموضوع الثاني انكم قلتم ان ابا بكر قد اوصى به رسول الله صلى الله عليه واله حينما امره ان يصلي بالناس، في حين لم يكن هذا الامر يعني موجود. عائشه هي التي من امرت ان يصلي ابا بكر في الناس. اخر اتصال، مين معنا؟ احمد سلام من الجيزه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يخليك، الحمد لله، تفضل. والله طلب من حضرتك يا ريت يبقى المناقشه مناقشه عقلانيه شويه ونتكلم مع بعض، كلامنا مسلمين لو بنعتبر بعض مسلمين ان شاء الله. يعني لو سيادتك بتعتبر السنه مسلمين والسنه بيعتبر الشيعه مسلمين، والمفروض المناقشه تبقى اهدى من كده ونحترم بعضينا. من شويه كنت بتتكلم مع اخ اسمه اخ محمود، معلش يعني انت قلت له انت حمار ولا بتفهم؟ لا بس هو لا تنسى انه تجاوز على ائمتي عليهم السلام، وقال ان علي بن ابي طالب عليه السلام في النار والعياذ بالله وحاشاه، وما تنساش الحكم بالنار وبالجنه. وكمان كفرنا، قال انتم كفار وانتم زنادقه، ويكذب ويستدل بطريقه غبيه، فلازم انا اجاوبه يعني. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، ده ظلمني أنا، يكفرني ويتهم أهل البيت عليهم السلام أنه في نار جهنم والعياذ بالله، ويقول لا أنتوا الشيعة بتقولوا كده، كمان يدلس. ما التدليس مش مقبول لا من كتب ولا من فلازم يعني يتأدب، يعرف إزاي يتعلم الحوار يعني، ولا يعني لازم يدوله كمان. لا احنا بنطلب بس ان الحوار يبقى حاضر من عينيا. لو كان انسان محترم زي حضرتك يا استاذ احمد انا بكلمك على عيني وعلى راسي من فوق، بس لا يتجاوز بطريقه يعني وقحه وقله ادب، فلازم الفرد يتجاوز على اي ائمه من العلم طبعا، غير مقبول من اي شخص. طبعا لازم الاحترام يكون متبادل عشان حديث بيدخل بيوت، ولازم يبقى فيه برضه قابليه للحديث. بس هو كان يدلس كمان، يعني يقول حاجه احنا مش قايليها، يعني هو على كيفه كده على ماله، فلازم يتعلم يعني.
بس ده مش موضوعنا يا أستاذ أحمد. يا أستاذ أحمد أنا دلوقتي بتكلم معاك في موضوع مهم، ألا وهو أنه أبو بكر هذا الرجل قال عمر الخطاب أنه خلافة أبو بكر، لا يقول فرض أنه خلافة أبو بكر فلتة، ولكن يقول يستدرك ألا وإنها قد كانت كذلك ولكن الله وقى شرها. طيب أبو بكر لماذا يعني صار خليفة على المسلمين من غير أن يكون هذا الأمر له بالأصل؟ هل يعني هل يستحق هذا الرجل الاتباع دلوقتي؟ والله إذا كان الإمام علي رضي الله عنه لم يعترض على خلافته ولم يخرج عليه، الأولى بينا برضو أن احنا ننفذ اللي حصل من الإمام علي. ولكن الروايات تقول عندكم أنه علي بن أبي طالب تخلف عن البيعة، وهناك جزء من الصحابة لم يبايع أبو بكر، وعائشة تقول أنه عمر الخطاب خوف الناس من أجل بيعة أبو بكر، من عمر خوف الناس لأن فيهم نفاق، يتهم تتهم عائشة الصحابة بالنفاق، تخيلوا، وأنتوا تقول الصحابة ما فيش أحسن منهم. أنا يعني أنا أعترض بس على إحنا وإنتوا، يعني المفروض الأصل كلنا واحد، بس أنا المفروض صحيح، بس للأسف أنتوا أتباع أبو بكر مش أتباع محمد صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم. لا هو أنا ما وردش عندي ولا يمزم، يعني ما كانش حاجة قدامي خالص إن الإمام علي خرج، حتى كنت سيادتك بتقول إن هو لم يبايع، يعني ما فيش ما يستدل عليه إن هو خرج على الخليفة الموجود حتى ولم يبايعه، فمن باب أولى إن هو لم يخرج، فمن إحنا برضه لا نخرج. طيب دلوقتي ولكن علي بن أبي طالب أراد الخروج على أبا بكر واستدعى أصحابه وقال لهم أنا أريد 40 رجلا يأتون غدا محلقين رؤوسهم بالسيوف لنذهب ونتناقش أو نقاتل فنردع هؤلاء القوم، فلم يأتيه إلا أفراد قليلين أقل من عدد أصابع اليد الواحدة، فعلي بن أبي طالب حينما خزل رأى هكذا الأمر فسكت، ولكن لم يبايع أبا بكر زي سعد بن عبادة لم يبايع أبو بكر. طيب يا سيدي لو 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 صح الحديث اللي انت بتقوله ولم ياتي سيدنا علي الا القليل، يبقى اكثر الصحابه اعترضوا على الخروج، ده لو صح الحديث. طيب لو اعترضوا على الخروج يعني هل هم على حق؟ انت ستك بتقول لم ياتي سيدنا علي الا 5 اقل من اصابع اليد، عدد الصحابه في الوقت ده كان كثير، فاذا كان اغلب الصحابه رفضوا الخروج لماذا نصر؟ طيب هناك الصحابة رفضوا الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وآله، ثقلتم من الأرض نزلت في مين حينما يقول الله عز وجل انفروا في سبيل الله، لماذا؟ مين صحابة دول كانوا كده عاوزين الشراء وبيع ويتركون رسول الله صلى الله عليه وآله في سورة الجمعة زي ما ذكر، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، نزلت في مين؟ في الصحابة. الرسول الله صلى الله عليه وآله يصلي هم يسيبوه يروحوا. طيب يعني زي ما تركوا رسول الله صلى الله عليه وآله تركوا وصية رسول الله صلى الله عليه وآله. يعني أنا كل اعتراضي أو إني ما فيش ورد عن سيدنا علي رضي الله عنه إنه خرج على سيدنا أبو بكر، وحتى لو خذلوه الصحابة هو لم يعلن برضه خروج على سيدنا أبو بكر، ولم يعلن خروجه عن سيدنا عمر بعد الخلافة مع سيدنا عمر. طيب أنا أشكرك يا أستاذ أحمد سلامة، عشان وقت البرنامج انتهى، أنا معايا دقيقة واحدة عشان أجاوب عليك أو أقل من دقيقة، أشكرك على اتصالك يا أستاذ أحمد. بص يا أستاذ أحمد، علي بن أبي طالب أراد الخروج واعترض على أبا بكر، وأبا بكر أمر باقتياد علي بن أبي طالب بالعنف وقال هاتوه بيعنا في العنف، وهجموا على بيت فاطمة، وحتى أن أبو بكر قال ليتني لم أكشف بيت فاطمة وإن كان أغلق على حرب، من الأمور التي ندم عليها ولكن لم يتب أبو بكر لعنه الله، فصارت مشاكل، وعلي بن أبي طالب أراد الخروج ولكن خذله أصحابه. يعمل إيه؟ خذله الموجودين، يعني مش أصحابه، خذله الموجودين الذين كانوا أو أصحابه، زي لا مشاحة في الاصطلاح، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله خذلوه. طيب ولهذا السبب علي بن أبي طالب فضل السكوت على الخروج، ولم يسكت، لا اعترض على هذا الموضوع ولم يبايع أبو بكر لعنه الله.
فكانت هذه الفلتة الشيطانية التي أدت ما أدت دلوقتي افتراق الأمة ووجود داعش والقاعدة والإرهاب والتخلف الاقتصادي والسياسي وفي كل حاجة متراجعين الخلف. سببه كله تلك الفلتة الشيطانية في سقيفة بني ساعدة. أخواتي المشاهدين الكرام، حنكون معكم إن شاء الله بكرة الساعة 10 حسب توقيت القاهرة. إلى ذلك الحين أستودعكم الله من هنا من أرض فدك الصغرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أمان الله.